اخوان صافي كلشي كيسمعني غنبداو دابا صافي اوكي صافي ما يصير دونك شباب طارق لا واش شي فرجه طارق كاين وي كاين هاني طارق الصوت ما عندكش نرجع لك سي هشام كاين كاين وي وي هشام سي هشام ما عندكش الصوت حتى لكن ما كان مزيان انا شوف شوف الصوت كاين اوكي راه انت اللي ما عندك الصوت اش من انا كان الصوت دايز عندي انا دابا انا تنسمعكم سي هشام شباب واش ما عندكم الصوت لا علي يزيد انا كنسمعك انا مزيان سي بون كلكم حاولوا تكليكوا على الميكرو اللي كاين لتحت كلكم كليكوا على الميكرو كاين لتحت هشام كتسمع هشام رشيد مزيان دابا مزيان انا كليكي على الميكرو الاحمر مزيان سي طارق عنده الميكرو تيبان لينا هنايا مقطوع دابا مزيان دابا لا راه انت اللي كتزاكتيفينا هشام صافي مزيان سي اكتيفاكم سي هشام اللي كت هاي وصف طيب نبداو يلا اخوان يلا 1 2 3 مساء الخير ستات مساء الخير لكل أبناء ستات داخل وخارج أرض الوطن نجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش حول واقع إقليم ستات في زمن الجائحة وما بعد زمن الجائحة طبعا بعد سلسلة من الندوات ومن اللقاءات المهمة في مجالات لامست مختلف الحياة بالإقليم اخترنا اليوم أن نناقش موضوعا بالغ الأهمية إن لم نقل بأنه الموضوع الأساسي اليوم الذي يحتل واجهة النقاش العمومي داخل الوطن ككل اخترنا أن نناقش موضوع التعليم في زمن الجائحة موضوع التعليم هو موضوع كل المغاربة بدون استثناء هو موضوع يتخذ أهميته من الرهانات الكبرى التي موضوعة على عاتق على عاتق التعليم وأيضا هو موضوع أخذ حيزا كبيرا جدا من النقاش العمومي في زمن الجائحة بالنظر إلى أن الملايين من المتمدرسين الآن ينتظرون مقررات ينتظرون ماذا سيحل بسنتهم الدراسية وربما هناك جديد اليوم على لسان وزير التعليم طبعا اخترنا أن نناقش هذا اليوم مع نخبة من خيرة أطر إقليم ستات نخبة من أساتذتنا الأجلاء وهي مناسبة استغلها باسمي الخاص باسم طاقم جريدة أخبار ستات باسم جميع مواطني إقليم ستات لأوجه أحر التحايا وأزكى التحايا لأسرة التعليم نقدم لكم كل الشكر نقدم لكم كل التقدير نقدم لكم باقات الحب والتقدير للمجهودات طبعا جنود الصف الأمامي ليس فقط في المستشفيات وفي الأزقة بل هناك جنود يواجهون وباء لا يقل خطورة هو وباء الأمية وهم أسرة التعليم لذلك فنحن فخورون بالعمل الذي يقدمه أساتذتنا الأجلاء فخورون بكل عطاءاتهم ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن نخرج من هذه الجائحة أقوياء أكثر من أي وقت مضى معي اليوم في هذا النقاش كما قلت نخبة من ألمع أساتذتنا نخبة من المناضلين في الساحة النقابية نخبة من الأساتذة الأجلاء معي سي هشام بصلي مناضل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحبا سي هشام بصلي
سي هشام، هي سي هشام. شكرا. معايا ايضا السي رشيد الشناني مناضل ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تحيه السي رشيد. تحية السي هشام، بارك الله فيك. شكرا. أيضا يحضر معنا الأستاذ طارق جداد عن المنظمة الديمقراطية للشغل. مرحبا سي طارق. مرحبا، مساء النور سي هشام. مرحبا الإخوان سي رشيد وسي هشام. طيب، ربما السؤال الأول قبل الخوض في المسائل التقنية في النقاش الذي يهم طبعا جميع المغاربة ومن بينهم مواطني إقليم، نسولكم كرجال تعليم، كيفاش كدوزوا كدوزوا ما نسميش حجر صحي مادام انكم كتشتغلوا الان في الدراسه عن بعد، كيفاش كدوزوا اليوم ديالكم معناها كرجال تعليم؟ نبدا بسي هشام. مرحبا سي هشام. حنا كيف اولا بعدا كنشكروا جريده اخبار ستارت بالطاقم ديالها كامل على هذه الاستضافه، وعلى خدات على عاتقها هذا الموضوع اللي هو بالطبع موضوع مهم. قبل كما قلتي ما نخوضوا في الموضوع، حنا كي باقي النساء ورجال التعليم، واخا كاين واحد خصوصيه العمل النقابي كيف ما كتعرف، يعني كاين هو ماشي نفس الاشتغال اللي كان قبل من الجائحه، ولكن مع ذلك باقي كنمارسوا العمل النقابي في حدود الدنيا. اكيد حتى حنا خصنا نلتزموا بالحجر قدر الاستطاعه. كاين اليات للتواصل، كنحاولوا ما امكن بانه ما نتواجدوش دائما في الاداره، مثلا في المديريه الاقليميه، في ما حقاش كاين من غير التعليم، كاين باقي قطاعات اخرين. مي على العموم كنتمنوا بان هذه الجائحه تزول بسرعه، لحقاش بالفعل ماشي هو هذا الجو اللي مولفينو، ماشي هذا الجو اللي باغينو، وكنتمنوا الخير للانسانيه جمعاء. وي هشام، شكرا سي هشام. سي رشيد، كيف الاجواء؟ كيفاش كرجل تعليم كيفاش كدوز اليوم ديالك ديال سي رشيد؟ كتسمعني؟ يلا سمعتك سي هشام. كان عندي واحد تقطع في لاليت معكم. إذن شكرا سي رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رشيد شناني، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إطار تربوي. أود بالمناسبة تقديم التحية الخالصة إلى الجريدة الإلكترونية المواطنة أخبار ستات على إتاحتها هذه الفرصة للتواصل عن بعد ومناقشة بعض القضايا التربوية الراهنة على مستوى إقليم ستات. تحية مناضلاتنا ومناضلينا، تحية إلى كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم الذين أبانوا أخي هشام عن علو كعب خلال تدبير ظروف هذه الجائحة وهذه الظروف العصيبة وسائر بقاع أبلو البلاء الحسن. وأتقدم بهذه المناسبة بأحر التعازي إلى الأسر التي فقدت عناصر أو بعض أفرادها بسبب هذه الجائحة، ونتمنى كذلك الشفاء العاجل لكل من لم يتشافى بعد. واصل كلامي سي هشام، وأود أن أشد على أيدي نساء ورجال التعليم الذين أبلوا البلاء الحسن، كل ذلك بمجهوداتهم الشخصية ووسائلهم التكنولوجية الذاتية، وقاموا بإنجاح الاستمرارية البيداغوجية إلى حد ما، شأنهم في ذلك شأن حماة الوطن. ونذكر القوات المسلحة الملكية المغربية ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية وكل أعوان السلطة. إذن شكرا لكم سي هشام على هذه الاستضافة، وأود أن تكون مثمرة بإن شاء الله. شكرا للضيفين الكريمين سي طريق، شكرا لسي هشام على الحضور. بالنسبة لسؤالكم المتعلق حول كيف نقوم بتدبير الحياة اليومية خلال الحجر الصحي، لله الحمد تمت يعني
يعني تم تقبل ما أقدمت عليه الدولة المغربية من إجراءات وتدابير خلال الحجر ونلتزم به إلا للضرورة. وبالنسبة للعمل فنحن لم نكل ولم نتوقف عن العمل التربوي، فدائما كنا متواجدين إلى صفوف الإدارة، إضافة إلى أننا نعم سي هشام عندكم شي تدخل جو بونس؟ لا أنا بغيت بعجالة هذا التقديم ديال الظروف ديال الاشتغال ديالكم ولا سميتو باش نمروا. نعم. طيب شكرا سي رشيد. سي طارق شكرا 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 تفضلوا. سي طارق كيفاش الأمور عندكم في الحجر كيفاش؟ نحن بحال سائر المواطنين والمواطنات اللي كاينين في الظروف الصعيبة العصيبة اللي كتجتازها الإنسانية جمعاء، بيان سور كنقول لك من بيت النعاس كنتساراو مع راساتنا كنمشيو للمطبخ كدور عاود ثاني المرافق اللي عندك في البيت، كل واحد فينا اكتشف الحمد لله الدار ديالو اكثر من كيما كان. كنا ضيافين في ديورنا دابا عرفناها مزيان. وكنوجه تحية للنساء ديالنا والاخوات ديالنا والبنات ديالنا لان مساكن هما اللي هازين واحد العيب كثير. يلا عرفنا دابا بحقو لان كنشوفوا لايف كنشوفوا قدامنا داك التمارين اللي كيديروا مساكن. هذه مناسبه لان امراه التعليم مسكينه غتعاني اكثر من رجل التعليم، ولو انه حتى الرجل كيعاونها في المطبخ، ولكن امراه التعليم مسكينه ما حيلتها لوليداتها اللي غتقريهم، ما حيلتها حتى التلاميذ ديالها اللي هما ولادها الثانيين اللي غتقريهم عن بعد بوسائل الخاصين والذاتيين. إذا بحقا كاين واحد الضغط، واحد ضغط نفسي شوية بالنسبة لرجل التعليم لأن عنده ولاد أخرين وولاد اللي قدامه بجوجهم، عنده خدمة معاهك وخدمة معاهك، دونك كاين واحد شوية. هذا كيفاش كندوزو الحجر بحالنا بحال عباد الله في الدار جالسين ما كنخرجوا ما والو. داكور الله ما الضرورة فقط. داكور هو حاول تقرب شوية الميكرو للسميتو لأن الصوت عندك شوية ناقص. دونك سي هشام دابك هذه المسألة طبعا الجائحة حتى شي واحد ما كان متوقعها، كانت مفاجئة للعالم ككل ماشي غير المغرب. المغرب وصلت الجائحة كالقرار ديال التعليم عن بعد. كتقييم شخصي سي 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 هشام، الى اي حد توفق او توفقت الاسره ديال التعليم في تدبير هذه المرحله، تدبير مرحله المرور من الحضوري الى عن بعد؟ مرحبا. اذا بدينا في الموضوع قبل ما نبداو كما قلنا قبل ما نبداو في الموضوع، اولا نيابه عن مناضلات ومناضلين النقابه الوطنيه للتعليم منضوي تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، اود ان اتقدم احر التعازي والترحم على ضحايا كوفيد 19 متمنيتنا لهم بالشفاء العاجل وللمصابين، ومتمنيتنا الصادقه للانسانيه جمعاء ان تتخطى هذه المحنه. كما وجب تقديم تحيه عاليه للتلاميذ والاباء والاساتذه على مجهوداتهم الذاتيه وتضحياتهم الماديه والمعنويه. لماذا؟ لأنهم لولا التضحيات لما أتيحت لنا الفرصة الآن أن نناقش لا تعليم عن بعد ولا تعليم عن قرب في ظل هذه الجائحة. وكذلك وجب تقديم تحية لكل عاملات والعاملين في ظل هذه الظروف، وعلى رأسهم الشغلة الصحية عمال النظافة الشغلة التعليمية أصحاب المحلة التجارية العاملات والعاملين اللي ما زال كيعملوا تحت وطأة الرأسمال المتوحش رغم الظرفية، وكل من توقف مصدر قوته. قبل هذا وذاك ضروري غير نعود نأكدوا على أننا اليوم كنا نتحدث عن أي تعليم عن بعد. نتحدث تعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة ولا تعليم عن بعد اللي يقال مأساسة ما مأساسة، وديك الهضرة الكبيرة ديال شي دولة تصنف زعما في الدول المتقدمة في التعليم، ولا حنا كنتكلموا اليوم على التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة. أكيد قبل ما نشوفوا أش داروا الأساتذة، أش دارت شغلة تعليمية في هذا الميدان، ضروري نربطوا العام بالخاص. هنا ضروري نسجلوا على الوزارة وكعادتها ومعها الأكاديميات والمديريات عدم الإشتراك، وخصوصا في هذه الظرفية الدقيقة التي يمرنا العالم وبلادنا خاصة، وستتطلب تهدئة وطنية وإشراك زعما كل مكونات المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة. مرة أخرى وجدنا وزارة التربية الوطنية كما قلت والمصالح ديالها تنفرد بكل القرارات والإجراءات فيما يخص المنظومة، مهمشة النقابات أكثر تمثيلية وباقي الشركاء من جمعية الآباء وأولياء التلاميذ وخصوصا في المرحلة الأولى كما عارفين.
هنا هذا الدور اللي ماشي غادي تعطي لهم الوزاره، هذا الدور اللي هو منحوا لهم الدستور، يعني ادوار دستوريه ديالهم، وهذا ليس بشيء جديد عليهم. اكيد الازمه، ازمه الجائحه وتداعياتها اظهرت اهميه التعليم بعدا، لا للناس اللي كانوا متاكدين من هذه المساله، لا للناس اللي كانوا المهم تاكدنا بان اهميه التعليم هو استثمار استراتيجي في راس المال البشري، باعتباره بيان سور هو القاطره وجميع كاع الهضره اللي كنا كنقولوا قبل، لا ماشي غير حنا، كاع الهضره اللي كانت كتقال على اهميه التعليم وفين خاصنا نوصلوا به، جات هذه الجائحه اللي بينت لنا للاسف انه حنا كنا على صح للاسف. المهم بالنسبه للتعليم عن بعد وكيفاش تعاملوا مع الاساتذه، اكيد سي هشام التعليم عن بعد فرضاته الظرفيه الراهنه، حاولوا كافه الاساتذه بدون استثناء، يعني الشغله التعليميه في المغرب كامل حاولت ما امكن انها تكون حتى هي فاعل، تكون كيف ما كانت قبل بقله الموارد اللي كانت في الاقصى في الدروس العاديه في الاقسام العاديه، قله الموارد سطحت اليوم أو اليوم كان واحد الظرف اللي ماشي هو هذاك، القطرسه بدون لا وسائل لا شي حاجه طلب منها فعل الكثير، لكن هي الشغله التعليميه أبانت زعما عن علو كعبها، أبانت عن وطنيه زعما قال ما ديروها الصراحه، لا هي لا باقي القطاعات كالصحه كهذه. هنا كنقولوا بان الجائحه وتداعياتها خلات رجل التعليم يتخبط. كيفاش يتخبط؟ بانه بين عشيه وضحاها بدات واحد المجموعه ديال المذكرات تخرج من الوزاره، تفهم كل مديرية، كل أكاديمية كتفهمها بواحد الطريقة معينة، كل مديرية لاحظتي معايا في بداية الجائحة بأنه كان رجال التعليم، كان بعض المديريات اللي فرضوا على رجال التعليم أنهم يلتحقوا بالمؤسسات، كاين المديريات اللي قالت لا ما يلتحقوش على أي، يعني باش من هشام غنرجع لهاد الإشكاليات ديال التعليم عن بعد، غنرجع لها في النقاش. غنمشي مع سي رشيد، طبعا التعليم عن بعد دابا ماشي خيار أمام المغرب، بل هو ضرورة فرضتها الجائحة، ولكن كاين البعض اللي كيقول بأن تكافؤ الفرص ما كتبقاش، لأن التلاميذ كيستافدوا من هذه العملية والتلاميذ ما كيستافدوش منها، كنعني بالأساس العالم القروي اللي جزء كبير منه ما مغطيش بهذه الاعتبارات مختلفة. ما عرفش رشيد واش باقي معايا، ربما الصورة. سي رشيد كتسمعني ياك؟ رشيد واش معايا في سي رشيد شناني؟ السلام عليكم. يا سي هشام دابا معاك، كان عندي واحد انقطاع في الخط. داكور، انا نعاود السؤال سي رشيد. كان عندي انقطاع في الخط. اي شكرا. نعاود السؤال، كتسمعني دابا؟ تفضلوا. داكور، السؤال ديالي سي رشيد هو ان التعليم عن بعد بالنسبه للمغرب ماشي ما كانش خيار، بل هو ضروره املتها الجائحه. هاد الضروره الان مجموعه من الاسر، مجموعه من المتتبعين كيقول بان راه ضرب واحد المبدا ديال تكافؤ الفرص بين التلاميذ، جزء كبير من 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 من, من التلاميذ ما تغطاوش بهاد المساله، كنعني بها بالاساس العالم القروي. كيفاش ان سي رشيد اننا ممكن اننا في تقييمنا نقولوا بان التعليم عن بعد ادى الوظيفه ديالو ولا ادى الهدف ديالو مادام انه ضرب هذا المبدا ديال تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربه؟ شكرا سي هشام على السؤال ديالكم. اولا يجب ان اؤكد على واحد المساله، هي أننا لسنا يعني بصدد تقييم أو الحكم على ما أنجز، وإنما هي محطة سي هشام لمقاربة الوضع العام في ظل هذه الجائحة. بالنسبة للتعليم عن بعد أو التكوين عن بعد أو الاستمرارية البيداغوجية كما تتم تسميتها، هي صراحة الجامعة الحرة للتعليم كان لها السبق أن أشارت ونادت بهذه المسألة منذ مدة، والدليل على ذلك هي المذكرة التي قام السيد الكاتب العام بتقديمها إلى الوزارة في شأن تفعيل هذا التعليم عن بعد. أفتح هنا قوسا سي هشام،
هناك واحد الآلية مهمة لم يتم تفعيلها من طرف الوزارة منذ سنة 2005، وهو المختبر الوطني الرقمي، والذي تم صرفه يعني مبالغ طائلة من أجل تفعيله. إذن لو كان تم تفعيل هذه الآلية منذ 2005 ما كنا لنكون في هذا الوضع. النقطة الثانية أخي هشام هي تتعلق فعلا بمبدأ تكافؤ الفرص. يستحيل أن نتحدث عليه يعني باستحضار الطبيعة المجالية والمستويات الاقتصادية والسوسيولوجية للشعب المغربي. مثلا لا يمكننا الحديث عن ارتباط أو ربط بالشبكة الانترنت بالنسبة للأسر المقيمة في الجبال أو في المناطق النائية. لا يمكننا الاعتماد على الموارد الشخصية، رغم أن الأساتذة، رغم أن نساء ورجال التعليم قاموا بتكبد وعناء استعمال وسائلهم الخاصة واقتناء أدوات تكنولوجية حديثة من مالهم الخاص، إلا أن مبدأ تكافؤ الفرص للأسف لم يتم يعني تحقيقه. إذن بالنسبة إلينا هي مقاربة شمولية كما قلتم. فالتكوين عن بعد أصبح ضرورة، فالتكوين عن بعد أصبح يعني حقيقة ملموسة. يجب أن ننتقل بمنظومة التربية والتكوين من التعليم الحضوري قبل جائحة كورونا إلى تعليم آخر ما بعد جائحة كورونا. وهنا نطرح سؤالات أو أسئلة جديدة حول طبيعة منظومة التربية والتكوين بعد هذه الجائحة. يجب أن ننتقل شعبا، مجتمعا، أسرا، منظومة تعليمية كاملة من هذا الوضع القبلي إلى وضع آخر يكون عماده التكنولوجيا ووسائل الاتصال. نعم. تفضلوا سي هشام. نعم. سي أستاذ طارق، كاين البعض، أستاذ طارق معك؟ وي معك. البعض يقول بأن الوزارة هزت الثقل ديال هذا الملف كامل ورماته على 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 على, على الأستاذ. الأستاذ هو اللي يغلى في الواجهة مع الآباء مع التلاميذ، وهو اللي خصو يجري الأمر، هو اللي خصو يقلب على الوسائل باش يوصل الدرس أو يوصل المعلومة للتلميذ. وبالتالي بأن ما كانش موجود حتى رجل التعليم ما كانش موجود لهذه العملية. سي هشام، انا بغيت نعرف غير امتى اشنا هو الملف اللي ما لقاتوش الوزاره على الاستاذ وخلاته منه ليه، بحال زعما الملفات الاخرين كانت الوزاره حاضره فيهم. انا من نهار دخلت التعليم دابا تقريبا 21 سنه ولا 22 سنه، جميع الملفات كيتلاحوا لينا حنايا، حنا اللي منا الدقه غادي بلو سيستم دي تيقول لك هذا البرنامج خصو ينزل خصو ينزل، هذا الشيء خصو يدار خصو يدار. الاستاذ، انا غنعطيك واحد المساله بالنسبه للتعليم عن بعد في الظرفيه، لانه هذه الازمه ديال 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 الكورونا كسائر الازمات كتبين لك واحد المجموعه ديال المشاكل. هي احسن بيرو ديتود ممكن ديروه هو الازمه، هي لا كريز هي احسن بيرو ديتود، كيعطيك لا رياليتي، لان ما عندك ما تخبي، ما عندك ما تزوق. وين جينا نشوفوا بالنسبه للمشاكل، جميع الملفات اللي كتحط الاستاذ منه ليها. فما يمكنش انا واحد الاستاذ تخرج كذا 80 ولا في 90 ولا في ما نعرف شنو، ما عندوش تكوين مستمر من داك التاريخ اللي يومنا هذا، ونتحدانا الوزارة ولا أي حد اللي عمره دار تكوين مستمر، ما عمره ما كان. بالنسبة للمشاكل اللي بانت في التعليم عن بعد، أنا ما عرفتش كنلخصهم لأنه هذا الشيء كثير لدرجة أنه كتولي كتلف فيه. كاين المشكل ديال الآليات. أولا حنا كنعرفوا بأنه مشاكل اجتماعية في المجتمع ديالنا، ما يمكنش كل شيء يكون عنده رابورتي ديالو واحد بي سي ولا واحد طابليت، وهذا مشكل الاول. المشكل الثاني حتى كاع نقولوا السيدي بان كل شيء عنده او لا، حتى داك اللي ما عندوش والوزاره دارت لهم داك البرامج في التلفازه، كيجي استاذ كيدير درس في التلفازه، والوزاره دايره 5 ولا 6 مقررات غير هنا في اقليم السطات في اللغه العربيه، وكيفاش بغيت التلميذ يتبع معك مقرر دون مقرر اخر؟ هذا بعدا خصو يطرح مشكل. هادشي ديال قوه المقرر خصنا نشوفوا النجاعه ديالو وليفيكاسيتي، اشنا هي ليفيكاسيتي ديالو بالنسبه في العمليه التعليميه التعلميه؟ واش غير باش نخسروا فلوس والشركات كلها تخدم، ولا بغينا التلميذ يقرا؟
راه بغينا لانه فعلا خص واحد التعليم اللي كل المحور ديالو هو التلميذ هو المتلقي، ماشي المحور ديالو هو اطراف اخرى خارجه وبزاف ديال المسائل الاخرى كاينه. وهذا الشيء للاسف كيدار منذ زمان وساكتين عليه مجموعه الاطراف منذ زمان وكيشوفوه وقدام عينيهم. الوزاره من امتى كانت دارت واحد المديريه ديال التكنولوجيا التعليميه؟ فين هي هذه المديريه؟ خصها تبان في هذه اللحظه. كاين عندنا واحد برنامجنا في ذا كانت دارته الوزاره صافي لونطون، فينا هو؟ مالوريزمون اللي كيبان لنا حنا في المنظمه انه دابا حاليا الوزاره اش كدير؟ عندها واحد الخطه اطفائيه كطفي العافيه. لوجيكمون نديرو التكوين عن بعد وكنديرو التعليم عن بعد. حتى المعطيات اللي كتعطينا الوزاره هي معطيات كميه ماشي كيفيه. كتقول لك راه 90% 80% 6000 تلميذ 600000 تلميذ مليون جوج مليون، هادو اعداد. التعليم راه ماشي اعداد، التلميذ راه سي لا كونتيتي ماشي لا كاليتي، سي لا كاليتي ماشي لا كونتيتي، يعني الكم ماشي الكيف. هذا الكم اللي هذا الكيف الكم اللي كتعطينا حنا الوزاره ما عارفينش الكيف ديالو، وهي ضمنيا كتجاوبنا على الكيف تتقول لك ديال الامتحانات غادي تحبسوا حتى لو 16 مارس حتى النهار توقف الدراسه. يعني كتامن بانه لا شيء يعوض التعليم التفاعلي اللي كاين، لانه ما موجود ليه تحد بالعربيه تعرف تحد، ما موجود ليه تحد، ما دار ما كاين والو. المجهودات الفرديه اللي داروها الاساتذه فرديه وشخصيه من فلوسهم من الانترنت ديالهم من البيسي ديالهم، تحيد ولده ما يقراش باش هو يقري ولاد الناس، تحيد التليفون باش هو يقري ولاد الناس. اذا هذه كلها وبمجهودات ديالو، كاين اللي قرا كاين اللي مشى دابز مع يوتيوب كاين اللي مشى دابز معنا باش يعرف كيفاش يخدم. حتى دوك لي بلاتفورم اللي دايرين ديال المينيستير دوك تيمز وهذاك الشيء، وعطيني التلاميذ اللي عندهم هذاك المود باس وداك الشيء ديالهم باش يدخلوا للتيمز، حتى حد ما كان عنده. كون كانت غير انفيزيبيليتي قبل، لان الجائحه هنا انعدام الرؤيه، لان ملي كتنعدم الرؤيه كانوا يكون تخبطوا. حنا كورونا عارفينها جايه من جونفي ولا فيفري كتبان جايه، يعني في الفوره باينه جايه. سينا حتى المارس في لو 16 واش عباد الله كان نهار الجمعه كيخرج قرار باش تسد باش تحبس الدراسه نهار الاثنين؟ وبالله عليك اللي عنده خطه باينه قدامه فيها الرؤيه واش غادي يدير هذا القرار ديال الرق حبس دابا مع 12 الليل مع 12 الليل تنصيفطو حبس كل شيء؟ اسما هنا كتبين لك واحد دابا اللي كنخافوا منه اللي عطى الله عطاه، واخا الاخ قال لك اودي ما نهضروش على هذا الشيء لا نهضروا عليه، لانه هنا فين كيبان لنا كل شيء. ان بون جيستيونير غيبان لي هنا، ان موفي جيستيونير غيبان لي هنا، ان بون جيستيونير غيبان لي هنا. يجير واحد يجير لا كريز اللي ما قادش يجير لا كريز راه ما غيجري والو. اشنو جري لي الحاله العاديه؟ راه حنا خدامين ما نحتاجو لتحد، حيد كل شيء راه التعليم غادي، راه ما عنده حتى مشكل. راه الاستاذ كيدخل كيقري غادي الامور غادي كل شيء مزيان ما عندنا حتى مشكل. ولكن دابا فين كيبان لك لو جيستيونير؟ هنا كاين عندنا مشكل ديال الخطه قلت لك ديال التعليم ديال الوزاره، هي خطه اطفائيه كطفي العافيه فقط، ما عندهاش واحد البناء كتستشرف به الغد اللي جاي، واحد البناء المستقبلا اللي فيه تكوين اللي فيه كذا. ملي كيجي السيد الوزير اليوم وكيعطينا ارقام وكتشوف الخطاب ديالو نتبعته من الاول حتى الاخر، كيعطينا ارقام وكيعطينا شنو غادي يدار وهذا وهذا وامتحان وصافي والله يعاون. ما كاينش واحد، ما كتحسش بداك التربوي التعليمي التعلمي كيتكلم، ما كاينش واحد لا فيزيبيليتي ديال ابري، ما كاينش واحد الاستثمار ديال هاد الاختلالات، لان عادي راه جميع الدول كانت عندها اختلالات، ولكن اختلالاتنا حنا راه بزاف. راه ملي كتولي انا بنقول لك انا مثلا غير بالنسبه كنهضروا على الاساتذه والاداره، الاداره التربويه اش عطيها اش عندها؟ واش مدير كاين في الجبل العالم القروي عداد؟ راه ما نهضرش على التعليم عن بعد، راه ما كاينش. انا هنا في سطات عندنا اقليم سطات في 45 جماعه حضريه جماعه ترابيه فيهم اربعه بلديه، غنحيدوا ثلاثه يمكن ثلاثه الجماعات، الشيء الاخر ما عندوش تعليم عن بعد. نعم الا من رحم ربك. وبمجهود هذا الشيء بالمجهودات الفرديه ديال الاستاذ، راه كاين اساتذه اللي كيديروا دي جروب واتساب وكيقريو وليدات الشعب، وهذوك الناس مساكن والديهم تما باغيين التليفون وواحد المجموعه ديال الاكرات صافي ما كيبقى شيء ما كاين والو. وسورتو مؤخرا ملي تسمع في هذه الظرفيه دابا انه بقى كاين شيء، يعني صافي كلشي لا شر. دونك هنا حتى ملي كنجيو نهضروا على واحد لا فيزيبيليتي ديال المينيستير ما كاينش. كاين مجهود، ما كنقولوش ما كاينش، ما غنبخسوش بانه ما كاين والو، كاين مجهودات بالنسبه للاقليم، كاين مجهودات اساتذه داروا دروس وكذا وكذا. نرجعوا حيت الاقليم المهم كاين مجهودات كتحس باني فور. الا سمحتي لي غنرجع باش نوزعوا بعدل المداخلات. مولاي هشام، دونك هضرنا على بان راه ما كانش خيار اخر الا اننا نمشيو لهذا التعليم عن بعد. بالنسبه لكم نتوما كفاعل نقابي كرجل تعليم كاب،
شنو اللي كان خصو يدار يواكب هاد العمليه ديال التعليم عن بعد باش يكونوا نتائج افضل؟ كيف ما قلتي سي هشام، كاب كاستاذ كنقابي، قبل من هادشي كامل حنا خصنا بعدا نميزوا واحد المساله خصنا نعرفوها مزيان. حنا نقولوا بان قبل ما تجي الازمه ديال كورونا حنا كنا عارفين بان كاين واحد الفجوه عميقه ما بين الاداره، ما بين الوزاره، ما بين الوزاره بكافه مصالحها، كاين واحد الفجوه عميقه ما بين الوزاره ومع باش ما نساوش ومخططاتها واموال دافعي الضرائب المهضوره بين قوسين وبين المدرسة العمومية. هنا هادشي كانت قبل من الجائحة، جينا الجائحة بانت بأن هناك فجوة أعمق بين مخططات الوزارة. إلا قلنا كانت شي مخططات، إلا ما حقاش حنا اللي كيبان لنا ارتجال، إلا قلنا مخططات الوزارة مع الأساتذة مع التلاميذ مع الآباء مع أولياء التلاميذ وأولياء وأباء التلاميذ. إذا اللي كان خصو يكون تفكير، إحنا راه في دولة، راه دولة، راه في مؤسسات، راه في وزارة، تعاقبوا عليها بزاف الوزارة، تم جميع المناصب المسؤولية في الدولة كتقول بأن كاين أزمة في التعليم في المغرب. علاش غادي نجيو نحملو كما قلتي، علاش غنجيو نحملو الوزر ديال هاد الشيء كامل هاد الجائحة؟ لا، أصلا عندنا مشكل في التعليم من اللي جينا، والمشكل في التعليم اللي كان خاصهم هما قبل، كان خاصهم كما قلت في البداية، هو كان خاص الاهتمام بالموارد البشريه، الاهتمام بتحفيز الموارد البشريه، باعداد الموارد البشريه. ما كنهضرش غير على الاستاذ، كنهضر على المنظومه التربويه الشغيله التعليميه كامله، يعني من الاستاذ، الاداره التربويه، التفتيش، التوجيه، تخطيط الموظفين في المديريات والاكاديميات، كل شيء. كان خصنا نوجدوا هذه الشغيله التعليميه بحال هذه الامور. اذا ملي جا هذا القرار ديال تفعيل التعليم عن بعد، هو قرار اكيد جات تخدع بواحد الشكل فوري دون اي فتره انتقاليه تحضيريه ولا حتى اساس تدريجي ولا فحص جدي للوضع اللي كاين من حيث الجاهزيه المدارس ولا الاساتذه ولا التلاميذ ولا العائلات. يعني الموضوع طويل، ملي كتبغي تهضر على هذا الموضوع كاين واحد شويه الحرقه اللي كتشدك. ولكن اش كان خصو يدار؟ كان خاص الوزارات دير قبل من هذا الشيء. هنا اللي لقينا اليوم، حنا اللي لقينا اليوم في هذه المنظومه كامله، لقينا الاستاذ والاداري والمفتش والمدير اللي انا كنهضر على بصفه عامه. هذا الاستاذ كان في الاول مثلا ديال مورس على الاستاذ ترهيب. انا نعطيك مثال حقاش التعليم عن بعد. هنا راه خصنا نميزوا واحد جوج في ظل الجائحه، كاين واحد جوج ديال التعليم عن بعد، التعليم بحال بغينا نقولوا ديال البوتيكات ولا شنو هو، والتعليم عن بعد اللي خدامين فيه الاساتذه بواحد الطريقه زعما اقل ما المهم، ما تقدر تقول لهم الا برافو عليكم. ديال البوتيكات كنقصد به ما يسجل في المديريات وفي الاكاديميات وكيتنشر وقيلا في التلفزه المغربيه. المهم كيتنشر التلفزه المغربيه، راه العدد اللي تقال لنا بانه التصاوب ديال الكبسولات راه اكثر بكثير من داكشي اللي كيتنشر في التلفزه المغربيه. ناهيك على التلفزه المغربيه باش بلا ما نبقاو نقولوا حنا الواقع العالم القراوي ولا الجبالي، راه هنا في مدينه سطات هنا كاين الناس اللي ما قدروش يواصلوا يتبعوا في التلفزه، راه كاين اللي ما عندهمش تلفزه اصلا. بلا ما نقول راه كاين عائلات اللي ما عندهمش من غير التليفون ديال ما عرفش غنسميه بيضو بحال، يعني ماشي سمارت ماشي هذاك الشيء. ملي قلت لي كاستاذ وك ك كنقابي ك انا نقول لك راه انا كاستاذ، يعني استاذ متمرس، عندي واحد السنوات مهمه راه كنت تجربه في التعليم. ملي كنجي كنبغي نقرا مع وليدي مع ولدي ولا مع بنتي في اي درس راسلينو راسلها المدرسه ولا ديال التلفازه ولا، راه انا لما حقاش استاذ كنقدر خصني نشوف بعدا هذاك الدرس قبل نشوفو عاد يمكن ندوزو لولدي. يعني الاباء اللي ماشي في التعليم برافو عليهم، الا شدوا لهم وليداتهم غير شي حاجه بسيطه من داك الشيء راه برافو. وي سي رشيد، سي رشيد وصلت بدينا بغينا نفعلوا شي حاجه سميتها التعليم عن بعد، وكما قلت قبيله ماشي ما كانش عندنا خيار اخر الا هاد المساله. في بين ليلة وضحاها نعيطوا للأستاذ دير كرافطة وأجي نصوروا معاك درس
ولا بين ليله وضحاها الاستاذ خصو يصيفط دروس في الـ في الـ في, الـ في الـ الواتساب. بالنسبه لكم نتوما ك ربما كفاعلين في الـ في الـ في المجال، واش ما كانش عندكم شي شنقول شي مرافعات في هذا المجال مع الوزاره، مع هذه الدوائر المسؤوله، على اساس العقلانه ديال هذه العمليه؟ لانني تبعت شويه مثلا في الاقليم طريقه باش كيبغيو يصوروا هذاك الشيء العشوائيه. السلام عليكم، شكرا سي هشام اللي فتحتينا هذا القوس بخصوص يعني التدابير الاجرائيه للعمليات التي تمت بها عمليه تكوين او تدريس عن بعد. يا صراحه انا كان لي الشرف انني يعني كنت كنحضر يوميا خلال هذه العمليه ديال التصوير منذ بدايه الحجر الصحي الى حدود الامس، وحتى من السبت والحد كان نساء ورجال التعليم كيجيو باش يصوروا الدروس ولي كابسيول، يعني ارفع لهم القبعه عاليا. ما نساوش التاطير ديال الساده المديرات والسيدات المديرات، السيدات المديرات عفوا والساده المديرين، ما نساوش التاطير ديال بعض المفتشين التربويين. بالنسبه للتدابير اللي يعني من منظوري الخاص كنت نقول انها خاصها تكون منزله، كيف قال الضيف الكريم سي طارق، بما ان المغرب عرف ان ازمه كورونا منذ يناير كان خصنا نحددوا واحد الخاليه ديال الازمه مع اشراك جميع الفاعلين سواء كانوا اساتذه او مديرين او موجهين او مفتشين او اساتذه جمعيه الاباء واولياء امور التلاميذ، نشاركوهم معنا وندير واحد الخاليه ديال الازمه. من اجل ماذا سي هشام؟ من اجل وضع خطه اجرائيه، والوضع ديال الخطه الاجرائيه تنشوفوا اشنو عندي في لو تيران، اشنو الوسائل اللي عندي، تندرس الاسباب اللي عندي، اسباب النجاح اسباب الفشل، وكنوضع واحد الخطه اللي هي بيان فيسلي اللي يكون فيها الجميع من خارج. كندوز للتنزيله سي هشام، خصني نوفر لوجيستيك هذا اكيد، خصني نوجد حواسيب الاساتذه، خصني نوجد لوحات الكترونيه للتلاميذ، خصني نمشي نتعاقد مثلا مع شركات ديال الاتصالات نشوف نوعيه الصبيب، نشوف اما يعطيونا بالمجان ولا باثمنه تفضيليه، يعني حتى هذوك الشركات ديال الاتصالات خص يكونوا شركات مواطنه في هذه الظروف، ماشي عانين الامرين مع الصبيب. الاساتذه عانوا الامرين باستعمال الحواسيب ديالهم الهواتف الذكيه الخاصه، يعني تيخليو من وقتهم ما تيقريوش وليداتهم تيصوروا هادشي عشتو في البيت ديالي، وعشتو مع الاساتذه يوميا بالمديريه الاقليميه اللي حتى السبت والحد كان تيكون التصوير، مشكورين من هذا المنبر. عشتو مع الفرع الاقليمي لجمعيه التنميه التعاون المدرسي اللي من مالها الخاص يعني ساهمت في الصندوق ديال كورونا، وساهمت باقتناء يعني اله تصوير عاليه الجوده، تنوجه لهم كذلك التحيه. لن نبخس سي هشام اي احد المجهود اللي دار، هناك فعلا مجهود بوديل، لكن هناك نقائص باش نكونوا موضوعيين وما نبقاوش نتكلموا لغه الخشب. فعلا كان خص تكون عندنا خاليه محدثه قبليه، فعلا كان خصنا نجتمعوا، فعلا كان خص يكون عندنا سيناريوهات ديجا محطوطه ونشوفوا اشنو غادي ندبروها. وكنرجع وكنوه بالتضحيات ديال النساء ورجال التعليم، ولكم كلمه سي هشام. شكرا سي رشيد. سي هشام بغيت نرجع لواحد الفكره ترتيها قبيله ديال التكوين والتكوين المستمع. ها حنا امام التعليم عن بعد الان، بعض الرجال ونساء التعليم اللي لاول مره غيتعاملوا مع هذا على هذه العمليه، عندنا مثلا الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، هما القوروسهم مجبرين على انهم في هذه المرحله انهم هما يشتغلوا في هذا الملف وكيشتغلوا تبارك الله عليهم وكنحييهم من هذا المنبر. واش ما كاينش تخوف على 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 الجوده في ظل هذا المشكل؟ حيت الاشكال هو الجوده هشام. حنا دابا كنتكلموا على المستقبل، كنتكلموا على بني الانسان، بناء الانسان لن يتم الا عبر تعليم منتج، تعليم جيد. الجوده سي هشام واش بعدك شاد الجوده واقيلا غليظه شي شويه شويه كبيره، فهمتي؟ واخا ما عرفتش انا الجوده، ممكن نهضروا على الجوده في الظروف العاديه. الجوده
في واحد العملية اللي كنعتبروها هي تدبير مرحلي. الهدف ديالو نخليو الوليدات في الدار، الهدف ديالو نخليو واحد العلاقة توصل ما بين التلميذ والتعليم، ما بين التلميذ والأستاذ، واحد العلاقة زوينة تربطات دابا ما بين الأساتذة وبعض الآباء. بعد الآباء حقاش غنرجعو ونقول الهدف ديالو هو ثاني ربط العلاقة، يعني نخليو العلاقة مربوطة ما بين بعض التلاميذ والأساتذة، بعض التلاميذ وكذلك الآباء. مزيان ملي غنجيو نهضروا على الجودة، حنا ما كنهضروش على التعليم عن بعد، ما كنهضروش على التعليم، ما كنهضروا على واحد الإجراء فرضته الظرفية، فرضته الجائحة، ما غيعوضش لينا التعليم الحضوري أكيد. هشام هشام غندقق واحد المسألة، أنا العام الجاي هاد الوليدات غادي يكونوا في مستوى آخر، غيقراو في الثالث، غيقراو في الرابع، في الخامس. أنا على هذيك الفجوة بين مستوى كان يقرا فيه هذيك، على الأقل خصو يكون عنده لاباز باش يقرا مستوى آخر. يعني صحيح. الجودة ماشي خيار فيا. صحيح، داكشي علاش كنقولوا بأن لا الوزارة، شوف أسيشا، الوزارة تحملت مسؤوليتها في هذه القرارات اللي خدات. الوزارة قالت بأنه داز واحد 70 ولا 75%، المهم أنا كل مرة كنت كنسمع رقمها، المهم كنقول الوزير ما قال ما بين 70 و75% ديال البرنامج كان داز. غير هو خصنا نعرفوا احنا كأساتذة بأنه هاد الفترة الأخرى، الفترة الأخيرة من كل سنة كتكون واحد هي بحال داك الفترة الانتقالية ما بين مستوى ومستوى، وزيد عليها الفترة ديال بداية السنة الأخرى. هنا أكيد غادي يكون تبعات شوية ما سيئة نوعا ما عند التلاميذ، وكنقول بأنه اللي غيعاني من هذا الشيء كامل راه هو رجل التعليم. لحقاش رجل التعليم اللي غيطلع عنده التلميذ السنة الماجية؟ دابا الوزارة كتقول بأنه الدعم راه باقي، داك الشيء ما مفهومش، راه باقي فلو. هذا علاش انا ما قدرتش نهضر على هذا الموضوع ونربطه بالجودة، ما بغاش يتربط ليا التعليم عن بعد بالجودة، ما بغاش. انا اللي كنعرف بأنه احنا في أزمة كارتجالية فرضات الظرفية بأنه تحبس الدراسة وتحبسات بارتجالية، انا والأساتذة في هذه المرحلة برافو عليهم، كنقدروا من هذا المنبر كنقدموا لهم تحايا، للأساتذة اللي مطايفين مع الواتساب مع الفيس مع يعني وسائل التواصل الاجتماعي، للي كيقدموا دروس في المديرية، للي في الأكاديميات، كلهم في نفس الهم. أزيد عليها بأن حتى هذوك اللي كيقدموا دروس في المديريات وفي الأكاديميات، ما كنهضرش على السطات، كنهضر على المغرب كامل، راه كاين مشكل تما. واش كاين ضمان بعد واحد الحق اللي احنا هو اللي أسمى هو حق الحياة؟ يعني واش كاين ظروف اللي تخلي الأستاذ يجي مثلا من البروج باش يقدم واحد الدرس في المديرية ولا يطلع حتى الأكاديمية؟ المهم تنوصلوا للسطات. نعم. تحية. سي طارق، إلى أي حد ممكن أننا نقولوا بأن المحيط الاجتماعي والاقتصادي ديال المدرسة خذل التعليم في المرحلة ديال الجائحة؟ إلى أي حد ممكن أننا نقولوا بأن هذه المسألة كاينة؟ نوضح أكثر، كما ما شفناش انخراط ديال المجالس المنتخبة، كنتكلم على إقليم سطات طبعا، ما انخراط في تدبير هذا الإشكال. مش الناس مجالس اللي خصصات اللوحات مثلا الكترونيه للتلاميذ كيف ما كاينين في اقاليم اخرى، مش فناش مجالس اللي سولات في الاساتذه، سولات في سولي خاص، سولات في الدعم مثلا في الجانب ديال الاتصالات ولا هذه، مش فناش هذه المساله. واش ممكن نقولوا بان خدلت المحيط ديال المدرسه، خدل المدرسه في هذه الجائحه؟ والمحيط كنقولوا كلمه المحيط السوسيو اقتصادي، المدرسة ابنة المحيط، وفي مجتمع سليم المدرسة هي اللوكوموتيف ديال المحيط ماشي العكس، في البلاصة اللي هي فيها لي نورم وفيها واحد العدد ديال الحوايج. بالنسبة للإشكالية، يعني غادي ما غاديش نقولوا تحت ما دار الدعم ولا هذا، إلا كان القطاع الوصي اللي عليك هو الأول مفروض فيه يدير الدعم، هو الأول مفروض فيه يخدم، هو الأول مفروض فيه يدخل. ما غنطلبش انا من قطاعات اخرى بعيده بحال المنتخبين بحال هذا بحال واحد العدد ديال الاطراف اخرى، علاش تا هما ما يدخلوش حين كاين لي طابليت وحنا صرفنا كاع لي طابليت وعطيناهم للتلاميذ؟ كيبقى السؤال مطروح،
واش قرب شويه الميكرو طارق، قرب شويه الميكرو لان الصوت شويه ناقص. وي قلت لك راه تيبقى مشكل مطروح هو واش الاشكال عندنا فقط في لي طابليت، يعني واش صافي واش الاشكاليه ديال التعليم عن بعد هو تلم نعطيهم طابليت، ماشي هذا هو الاشكال الدرجه الاولى. ممكن يكون جزء بسيط، جزء يسير من المشكل، ماشي هو كله، هو جزء صغير. اللهم لو نلصقوا فيه المشكل كامل وغنجيو غنقولوا حكا راه لو بروبليم ديال التعليم ديال عن بعد فين فشل، غالبيه الناس ما عندهمش هاد لي طابليت وهذا. ايوا ديه راه غالبيه الناس ما عندهمش لي طابليت، متفقين، ولكن انت عطيت الطابليت مثلا للتلميذ ولا لهذا واش غادي يفك المشكل؟ واش هذاك هو الحل؟ راه عرفتي شنو التعليم عن بعد؟ التعليم عن بعد كما كان جامني متى فواحد البرنامج كانت حطاته الوزاره مني متى ملي كانت دارت نافذه ودارت واحد العدد ديال الحوايج راه كانت اسسته مني متى. التعليم عن بعد هو من ديبار نكونوا غادي حنا والتلاميذ، حنا والتلاميذ ديالنا من الاول كنصيفطوا في الاخر ديال الشهر ولا فهذا كنديروا واحد ديزيكزيرسيس يكونوا عن بعد، وكيبقى غادي داك التعليم عن بعد غير راف مكمل الا بغيتي تقول، ولا كيدعم داك التعليم التفاعلي اللي كيدار في القسم. حنا هذا ما عمرنا ما درناه، وبين عشيتي وضحاها غنديروا كل شيء. راه نعطيك راه كاينين دي بروفيل ديال دي زانفورماتيسيان اللي ما داروش هاد التعليم عن بعد، واخا واش عندنا الامكانيه ديال حسب ديال الغياب نقيدوا الغياب، راه كاين المعاهد ديال التكوين المهني اللي دايرين هاد الامكانيه، التلامذه ديالو كلهم قدامه كيدخل عنده لا ليست داب داك لا في دابسونس كيقيدوا لا بريزونس. هنا في المغرب راه ماشي في شي قاره اخرى، راه عندنا معاهد ديال التكوين وديال هذا اللي عندهم ورقه ديال سبيتو كيدخل التلميذ كيقرا من 9 حتى ل 11 ولا حتى لهذا وصافي وكيسالي وكيمشي بحالو وكيبقى غادي مستمر. وملي درنا معاهم هادشي كله جا اليوم السيد الوزير تيقول لك دير لا صافي غنحبسو عند لو 16 مارس وكيتلقى مطلقه. وهاد لي زيفور اللي داروا هاد الايامات كامله والناس كلهم اللي كانوا كيحضروا، اش من السلطه غتبقى عند الاستاذ باش يعاودوا يحضروا معاه من هنا لاخر العام وتيقول لك غيبقى مستمر التعليم عن بعد؟ وفهمت ستا دابا هو تيقول لك لا غنحبسوا المراقبه والنقاط والامتحانات اللي غتكون شهر 9 واللي غتكون دابا 11 لو 16 مارس في الوقت اللي المؤسسات اللي قاده دارت الامور ديالها. تيجي تيقول لك لا، يعني بحال داك الاستاذ اللي دار هذيك الخدمه وجمعت القسم ديالو كامل وهذا عوض فاش نشجعوا هذه التجربه ونخليوها تعمل، تيقول لك التجربه اللي ناجحه هي النشاز ما خصهاش تنجح اسيدي، راه كلشي ما هو هذاكش، ما كاينش واحد لا رولاتي واحد التعامل موضوعي مع الملف. راه قلت لك الازمه كتبين لك راه احسن بيروديتود هو الازمه بينات كلشي، اما نحتاجوا باقي لا مكتب دراسات يجيبوا لنا ماشي دوله لا والو، راه كلشي باين. لانه ملي كتلقى في المحيط كاين مجموعه ديال الاطراف بما فيها بيان سور النقابات بما فيها كذا، وخا لو ديتي في حقها ماشي من اكثر تمثيليه ما كتحضرش، وكنشكركم لان انتم على الاقل عطيتونا هذه التمثيليه وحضرنا اليوم، حيت حنا ماشي بزاره كنعطيو التمثيليه والمهم انه هاد الاكثر تمثيليه راه محيدها لنا الوزاره ومحيدها لنا حتى شي فرقاء اصحابنا مساك الله يهديهم علينا في الوقت اللي هما كانوا كيتمثلوا واخا اقل تمثيليه كانوا كيحضروا، علما انه راه سي اونتي كونستيتيسيون حنا هادو النخب. المهم شكرا واخا سيدي شكرا لك، دونك قلنا الوجوه ديالكم ثلاثه من خيرات الاطر المدينه كيشرفنا اننا نكونوا معكم اليوم. الله يطول عمرك. دونك قلنا هذا الاشكال اللي كاين هو هذا ديال المحيط، لان المحيط متشعب ونتمنوا من بين الحوايج في الحقيقه اللي كناكدوا عليها واللي خص الاول خصو ينخرط فيها هما النقابات، هو انه ما بعد كورونا نكون عندنا قيم ومبادئ نحترموها وبركه من هرسوا التعليم اللي نهرسنا حنا، حنا ساهمنا في التهرس ديالو ساهمنا فيه تخلينا على قيمنا وعلى مبادئنا، نرجعوا لذاك رجل التعليم ديال السبعينات وديال الثمانينات. فلوس راه ماشي هي كلشي، ماشي الفلوس هي الدرجه الاولى، عمر رجل التعليم ما كان تيبغي الفلوس بالدرجه الاولى، راه بغاها باش يعيش، بغى باش يعيش مستور ويعيش مقاد، ولكن راه كان تعيش بقيمته. كان رجل التعليم في ليزاني 70 وليزاني 80 عنده 50 ألف ريال في الشهر، ولكن ملي كيكون دايز راه كلشي كيهرب. دابا راه كيشد 2 مليون وما كيديها فيه تحت، وكيشوف فيه تحت حتى داك المسؤول اللي مسؤول عليه كيشوف فيه بواحد الشوفه ما هي هذيكش ما كاملاش. هذا المفهوم هذا البعد القيمي كنتمناو اننا نرجعوه من بعد ونتحدوا عليه كاملين ونديروا واحد لابارير واحد الميثاق اخلاقي ديال واحد لو مينيموم تجي حتى لهذا الشيء الله يخليكم هذا الشيء ما يكونش. ايه اللي كيخطا ولا اللي كذا يتعاقب، بون واخا يكون منا اللي دلي منكم جدا ما تقطع وزيد القدام، هذه الا بغيت تبني، ما الا غنخلي وليد المجدة ما حطوها معنا حكا راحين مسكين وهذا مسكين لا ما غاديش نزيدو القدام نهائيا.
لان هذا الشيء هادو من بين الحوايج لانهم اللي كنهضروا على المحيط. دابا انا هذا الشيء علاش قلتو، انما قلت لي المحيط، المحيط فيه بزاف ديال الاعتبارات، فما يمكنش انا ناثر في المحيط وانا اصلا انا ما هو هذاكش. لا كان المحيط يعني الرهان ديالو على يعني المحيط المدرسه العموميه. الا حطينا شوف المدرسه العموميه في السبعينات كانت في محيط، حنا عرفناها كيفاش داير، وكانت عندها قوتها وعندها مكانتها، وكانت هي القاطره ديال المحيط. نرجع عندك نمشي، نرجع عندك سي طارق، نمشي عند سي رشيد. رشيد نتوما كرجال تعليم واش كتحسوا بان الدور اللي كيقوم به رجل التعليم في زمن الجائحه واش مقدر؟ كتقدروا المجتمع كيقدر هذه الادوار الكبيره اللي كيقدمها؟ وثانيا هو واش ما كيبانش لك بان الوزاره دارت مجموعه من الرسائل الخاطئه لرجل التعليم؟ مثلا واحد السؤال هو طرحه واحد الاستاذ هنا، واحد الاخ، الاقتطاع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، اليست رساله خاطئا ان الرجل التعليم يقدم تضحيات ويقدم امور كبيره في زمن الجائحه؟ سي هشام، ربما السؤال موجه ليا. الشق الاول راه ما سمعتوش كالعاده، كان عندي واحد التقطع في الخط. الشق الاول سي رشيد هو هل تحسون بان الادوار التي يقدمها رجل التعليم يقدرها المجتمع؟ كتحسوا بان المجتمع كيحس بهذا العمل الكبير اللي كديروه؟ يا صراحة سي هشام عزفتي على واحد الوتر اللي هو حساس، لأننا جميعا خصنا نرفعوا واحد الشعار يعني بجميع مكونات المجتمع ديالنا، لقد آن الأوان أننا نرجعوا القيمة ديال المدرسة العمومية، سيما أن اللي دبرت هذه الجائحة لا السي هشام للتعليم الخصوصي، لأن وعنا الآن باش نتحد. كاين مشكل كيتقطع عندكم كاملين ياك الصوت هشام وطارق؟ المكونات ديالو كاملة. كاين مشكل، عاود هذه الفكرة الله يحفظك، لأن كان الصوت كيتقطع ما سمعناش مزيان. مرحبا. قلت لك سي هشام كخلاصه وفكره نويريه لما تم ذكره قبل، انا الاوان ان المجتمع بكافه المشارب ديالو وكافه الفئات ديالو انهم يرجعوا الهيبه، هذا المصطلح اللي تنقولوا، يرجعوا الاحترام، يرجعوا هذيك المكانه اللي كانت عند المدرسه العموميه. حنا راه حنايا إذا احنا تلمدنا على ايدي اساتذه. كاين مشكل الكونيكسيون ديال التربيه رشيد، كاين شي مشكل الكونيكسيون، الصوت ديالك كيتقطع. نعم. نقدر نرجع لك قبل ما نحاول مرحبا تبدل على البلاصه ديال التليفون في الحاطيه ولا هذه. دونك سي هشام، هذه المساله ديال سمعت واحد الكلمه ديال التعليم الخصوصي عند رشيد. التعليم الخصوصي بهذه الابتسامه اللي قلتها راه تعتبرها نصف جواب، وغنتسنى الناس الاخر. التعليم الخصوصي الى اي حد واكب هذه العمليه ديال التعليم عن بعد، وهذا النقاش اللي كاين دابا اللي داير دابا داخل المجتمع، واش التعليم الخصوصي ربما في هذه المرحله اللي عايشينها دابا بان بانه ما كانش مستعد؟ اكيد سي هشام، واخا مشات لي واحد شي جمله الاخرانيه ما سمعتهاش، مشى الصوت كنظن. لا كنسمعك. تسمعني سي هشام؟ كنسمعك صافي سي هشام. كنسمعك ماني سيشن. كنسمعك سي رشيد. التعليم الخصوصي، هو التعليم الخصوصي ليس، رغم حنا كنهضروا على هذا الشيء كي دير الفوارق وهذه، ولكن التعليم الخصوصي ما كانش زعما الحال ديالو احسن من التعليم العمومي، رغم بعض الامكانيات اللي كانت، ولكن كيتضح بان التعليم الخصوصي حتى هو ما كانش مستعد. لماذا؟ حقاش حنا كنعرفوا شنو هو التعليم عندنا؟ التعليم الخصوصي عندنا هو واحد الشركات عندها راس مال، الهدف ديالها الاولاني والاخراني هو الربح. هنا خصنا نفرقوا ما بين اصحاب المؤسسات التعليم الخصوصي والعاملين في التعليم.
حنا شفنا وعينا المجهودات الجبارة اللي داروها الأساتذة اللي في التعليم الخصوصي باش نعرف نفتح بين قوسين حتى هما راه ولاد المغاربه. لحقاش راه كاين ظروف اللي كتخلي المغاربه ما بغيش ندخل ليه، الا كان شي موضوع الا كانت عنده شي حصه ديالو حتى هو نناقشوا ماشي مشكل. المهم التعليم كيبان بانه لا التعليم الخصوصي لا التعليم العمومي لا الاسر لا المغاربه كاملين ما مستعدينش لهذا النوع من التعليم. وباش ما نمشيش بعيد راه حتى الوزير اوغوزمون راه حتى هو اعترف بانه هذا التعليم التعليم عن بعد راه ما غاديش يعوض لنا التعليم الخصوصي الحضوري، رغم انه في بلاصه اخرى قال شي هضره اخرى ثاني. المهم داكشي اللي مولفين حنا من الوزاره راه هو باقي غادي فيه، مره لا راه ما خدامش مره راه خدام. التعليم الخصوصي قلت لك نفرقوا ما بين جوج، ما بين العاملين وما بين هذو العاملين حتى هما ضربهم سكن تماره حتى هما خدموا مع الوليدات حتى هما، ولكن ملي غنجي عند الاسر غادي نقول لك بانه راه نفس داكشي اللي توصلوا به الاساتذه اللي توصلوا به المغاربه اللي توصلوا به الاسر من التعليم العمومي راه هو في نفس الشكل اللي توصلوا به من التعليم الخصوصي. الفرق نقدر نقول الفرق بانه تقدر تلقى واحد النسبه مهمه وماشي مهمه مهم النسبه ديال الاسر اللي مدخله وليداتها للتعليم الخصوصي ربما عندها تليفون ولا جوج تليفونات، ربما عندها بي سي خدام مزيان ما خدامش ما عرف، المهم عندها ربما يعني في التعليم الخصوصي التعليم العمومي هذاك راه حاجه يعني ما كيبانش انا وكاين شي فرق ما كيبانش كاين شي احسن من التعليم. نعم رجع لرشيد وقيل راه صلح. مرحبا مرحبا سي هشام تفضلوا. خلينا سي رشيد في الكلمة كنهضروا على التقدير ديال رجل التعليم داخل المجتمع نظير المجهودات اللي كيقدمها. سي هشام ذكرت بانك عزبتي على واحد الوطن الوطني واحساس، هذا هو القوة الأساسية المصطلحات. لأن سي هشام يعني من باب التواضع ما خصنيش نوصل لواحد المستوى ديال الأساتذة اللي قرونا ولا اللي تلمدنا على أيديهم، لأنهم فعلا قدموا لنا نموذج يعني أنا نقول بين مزدوجتين المثالي ديال رجل التربية والتعليم الوطني اللي تيضحي من أجل الوليدات، واللي ذكر السي طارق أنه تيفكر غير في لقمة العيش وأنه يكون عيش في الكفاف. إذن أنا الأوان لأن هاد التجربة وهاد الظروف ديال كورونا اللي عشناها منذ 16 مارس عفواً، الآن شكون اللي انخارط بقوة؟ شكون اللي ضحى من وقته؟ شكون اللي تفاعل مع وليداته؟ شكون اللي كان سبق أنه يكسر الحجر الصحي إلكترونياً وتكنولوجياً؟ هو الأستاذ، هو المدير، هو رجل التربية والتعليم أو رجل التربية والتكوين. هو دخل الخارط في التحسيس على وسائل التواصل الاجتماعي تماما، هو اللي كسر الحجر الصحي ودخل المنازل ديال الناس على مستوى ربوع المملكة ديالنا الشريفة قبل ما يتنزل أي برنامج ديال التعليم أو التكوين عن بعد أو استمرارية بيداغوجية. إذن أنا الأول أننا نشوفوا لهاد الناس ونشوفوا من بين هاد الفئة العريضة ديال النساء ورجال التعليم كاينه فئة لا بد من هضروا عليها سي هشام، هاد الفئة ديال 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 الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما نسوهمش لأنهم أبلوتهم البلاء الحسن، لأنهم بينوا فعلا أن الطينة ديالهم راه هي معدن صحيح من الذهب، يتميزون بروح المواطنة كسائر أطر وزارة التربية الوطنية. إذن الأول أننا نشوف اليوم أننا تحنا نعطيهم حقوقهم. وبالنسبة بصفة عامة للمدرسة العمومية راه هي تتبقى هي صمام الأمان بالنسبة للمواطن، بالنسبة لذاك المواطن البسيط، بالنسبة للرجل الشعب البسيط. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي ما عطيتونيش سي هشام مداخلة فيه، إلا سمحتوا لي نمر ليه. تفضل. شكرا سي هشام. غير واحد الأرضية للنقاش اللي نتفقوا عليها باش الكلام ديالنا ما يتفهمش شي فهم آخر، هي أننا احنا لسنا ضد التعليم الخصوصي. التعليم الخصوصي فيما قبل راه كان هو الملجأ الوحيد ديال دوك الناس اللي كيفشلوا في التعليم العمومي كيمشيو للتعليم الخصوصي، من بعد أصبح امتداد للتعليم العمومي، دابا أصبح شريك معاك في القطاع،
مرحبا به. كاين اللي كيدوي عليه كبديل دابا، مرحله ديال البديل. لا يمكن الحديث على انه بديل السي هشام، هذا رايي الخاص، وقابل للدحض او التفنيد بطبيعه الحال. هناك فعلا مؤسسات خصوصيه مواطنه، هناك فعلا مؤسسات خصوصيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا شفنا الاعلانات ديالهم انهم قاموا بخطوه جريئه وانهم عفاوا الناس من الاداء ديال المستحقات. هذا يحسب لهم من باب الوطنيه ومن باب قيم المواطنه والسلوك المدني. لكن هناك مؤسسات والغالبيه ديالهم اللي هي عباره عن مقاولات سي هشام، عباره عن مقاولات خاصه ما تهتم لا بما هو تربوي لا بما هو قيمي لا بتا شي حاجه، يقومون بتبضيع التعليم. هاد الناس هما اللي حنا ضدهم. حنا كيف تفضلت سي هشام مشكورا، خاصنا نفصلوا، لان التعليم الخصوصي بطبيعه الحال شكون العماد ديالو؟ العماد ديالو راه اساتذه من القطاع العمومي اللي تاهما عندهم تراخيص من المديريات ديالهم وكيشتغلوا في هذه المؤسسات، اضافه للمجازين، اضافه لاصحاب الماستر او الدكتوراه، كل واحد الله يسهل عليه، وكل واحد راه تيقلب على طرف ديال الخبز اللي كتبوا لي الله. اذا مباشره اللي حز في نفسي سي هشام هو انه مباشره بعد التصويت على قرار احداث صندوق كورونا على مستوى الوطني، تنشوفوا ان بعض، واسطر تحت كلمه بعض ثاني باش ما يتحسبش كلامي انني كنعمم، بعض المؤسسات التعليميه راه قامت بالسيارة خرجت الفيدراليه ديالهم ديال المؤسسات الخصوصيه وطلبات الدعم من الدوله على اساس انها متضرره. اذا ملي نتوما تطالبوا تنتوما بالدعم وبغيتوا تعوضوا، اذا اين هي هذه الوطنيه؟ اين هي هذا الانخراط؟ نحن سي هشام لم ولن نحاكم قط المؤسسات الخصوصيه لان ما عندناش هذه الصلاحيه ابدا، ولكن من باب المقاربه ديال هذا الموضوع الحساس، حنا راه ما سولناهمش على التبضيع ديال المعرفه المدرسيه، ما سولناهمش على التجار في الكتب المدرسيه، ما سولناهمش على الاعفاء الضريبي اللي عندهم، ما سولناهمش على المبالغ الطائله المفروضه في الرسوم ديال التسجيل وديال التامين، للتامين في المؤسسه العموميه تيكون 8 دراهم وفي الخصوصي تنوليو في 1000 درهم. اذا علاش غادي تامن انت هذا الولد؟ اش غادي يوقع ليه؟ كاع غادي يضربوا تران لا قدر الله. ما 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 ما, ما دويناش على الاستثمار في النقل، لكننا نقول للوزاره سي هشام بان هناك فراغا قانونيا، كاين فراغ قانوني خاص الملء ديالو والتصحيح ديالو عبر القنوات الرسميه ديالو التشريعيه. وفي علاقه الوزاره مع المقاولات التعليميه، اقول مقاولات تعليميه سي هشام يجب اعاده النظر في كل هذا الوعاء اللي كاين. نعم وشكرا. نعم الطريقه في هذه المساله ديال التعليم الخصوصي دائما، واسمح لي انني نصب نفسي الراي الاخر، زعما الراي ديال هذا الارباب ديال المؤسسات الخاصه، شنو كيقولوا باش نوازن شويه في النقاش. كاين اللي كيقول بان هذه المؤسسات الخصوصيه عندهم الثقه ديال جزء كبير من المواطنين المغاربه، والدليل ان حاطين وليداتهم فيهم في الاوقات العاديه. كاين اللي كيقول علاش المواطن المغربي، هاد المواطنين اللي حاطين وليداتهم، علاش ما يعبروش على التضامن ديالهم مع هاد المؤسسات الخاصه في زمان صعيب على 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 الجميع، صعيب على المقاوله في مجال التعليم كيف ما صعيب على المقاوله في مجال السكر والزيت واتاي والفانيد والطاغير وكل شيء، ذوك الحوايجات اخرى. دونك كاين هاد القراءه، شنو رايكم سي طارق؟ وي خويا، بالنسبه للتعليم الخصوصي قرب شويه الميكرو طارق، هاني كنقربوا بزاف شويه غير نخشي فمي لداخل كاع يمكن نصرطه داك الصرطه. بالنسبه للتعليم الخصوصي هو في حقه مكمل او لا شريك في العمليه التعليميه، ما يمكنش نكرو هذا الدور، لانه عنده واحد الكم هائل ديال وليداتنا وبنياتنا، ام واحد الكم هائل ديال اخواننا الاساتذه اللي حنا بالنسبه لنا كان في المنظمه كنعتبروهم بحالنا بحالهم، بحال استاذ في التعليم العمومي، بحال استاذ في التعليم الخصوصي، لانه عندهم نفس الظروف ديال الاشتغال بعض المرات، نفس المعاناه، نفس المشاكل. وهذه الجائحه ديال كورونا راه بينت بانه فعلا حتى هما في القطاع الخصوصي هناك اساتذه واستاذات نساء ورجال التعليم في القطاع الخاص اللي تبارك الله عليهم، حتى هما كيخدموا مع وليدات الناس من 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 الوسائل ديالهم الخاصه. راه هذا اللي غريب، راه كما الوزاره خلاتنا حنا كنتقاتلوا، راه كذلك عندنا، انا كنعرف هنا اساتذه في السطات واستاذات في السطات القطاع الخاص كيخدموا من لي مويان دو بور ديالهم،
من تليفونهم البيسي ديالهم لا كونيكسيون ديالو، يعني الشركه ما دارت ليه حتى حاجه. بون هذا والاشاره هنا بالنسبه للتعليم الخصوصي، قلنا الاشكال فين كاين واللي كنخافوا منه، ومن هذا المنبر كنستغل في الحق المرور ديالنا هنايا قدامكم باش نطلبوا من المسؤولين سيما وزاره التربيه الوطنيه مفتشيه الشغل. ما عرفتش واش عندنا مفتشيه الشغل في السطات ولا ما عندناش، لان ما عمرني ما شفتها بارو كيبان ليا واحد المقر ديالهم ما عمرني ما شفتهم في لو تيران او كان طرافاي ديال انسبكسيون طرافاي بعدا عندنا في السطات ما عمرني ما شفتها على جميع الاصعده، وما كاينلاش لان غادي نجبد نبدا نعطيك داكشي كثير غادي تبات داكشي بزاف بزاف ديال لي سيكتور لي واش هاربين ليهم ولا ما كايشوفوهمش ولا يمكن تيكونوا جالسين ما عرفت الله. المهم ما كاين شيء كنخافوا لانه عندنا مجموعه ديال الزملاء ديالنا والزميلات اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص اللي للاسف ما توصلوش بالاجره ديالهم من شهر ثلاثه مارس وافريل، وحنا دابا في ماي راه حشومه. هاد الناس على الاقل ياخذوا المنظار ديالهم، راه لا يعقل بانه مقاوله كتشتغل من ما عرفت 10 سنين ولا 12 عام ولا 8 سنين ولا 7 سنين وما تخلصش الاجراء ديالها، هذا راه لا يعقل. وهنا كنخافوا لانه انا كيخلعني القطاع الخاص بحاجه وحده، راه كيخلعني بانه كيقريو الادب ماشي مشكل، كيخلعني بحاجه وحده ملي كنلقى بانه كبر من الدوله. هنا كنخاف كنلقى راسي بانه كاين فواحد المعادله اللي هو كيضغط فيها على مسؤول وكيولي مسؤول كيردخ ليه. هنا كنخاف لان تنقولوا ديما ما عندوش يقدر يدير، تنولي كتحول من داك القطاع من ديك المقاوله المواطنه الشريكه في بناء مغرب الغد المقاوله راسماليه ليبراليه متوحشه، سي سا لا ديفينيسيون ديالها، لان كتولي كضرب كل شيء كتاكرازي كل شيء. والحمد لله هاد كورونا من بين المزايا ديالها ان شاء الله انها كتبين لو كابيتاليزم بان لو ترافاي راه سي با غير ان فاكتور دو ترافاي، راه ماشي غير ان فاكتور دو برودكسيون، ماشي غير عامل ديال الانتاج، راه داك الاجير راه دابا هما شركات سادين وشركات يقدر يحلو، ولكن حيت مجموعه ديال الاجراء ومجموعه ديال العمال ما خدامينش راه واخا يصاوبوا السلعه ديالهم ما غتباعش، على الاقل داك الاجير راه مستهلك، راه تيساهم في الدوره الاقتصاديه ديال داكشي اللي كيصنعوا. خصهم تبدل لهم ديك النظره ديالهم للراسماليين من الاجير اللي كيشتغلوا، واللي للاسف حتى القطاعات الحكوميه انخرطات في هذا الاتجاه، لان ملي كنلقاو عمال النظافه وعمال حراس الامن وملي كيكونوا اللي كندخل انسان، تصور انت كيدخل انسان بحالو بحال الفورنيتور بحالو بحال السيلوات بحال الوراق، كيدخل في البيدجي ديال وزاره التربيه الوطنيه ولا في البيدجي ديال مجموعه الادارات، البيدجي ديال داك الانسان اللي هو حارس الامن بحالو بحال ستيلو داخل في هذا البيدجي في ديال لا كونسوماسيون سي با دو بيرسونيل، وراه حشومه. هادشي نتمنوا من الله من بعد يتبدل هاد المجموعه ديال الرؤى. دونك قلنا بالنسبه للقطاع الخاص انه هو مكمل يعني اساسي وشريك اساسي ومفروض فيه انه يشتغل. بالنسبه لنا حنا يعني بالنسبه للاباء اللي عندهم وليداتهم تما ما عرفتش، كنقول لي مسكين اللي عنده ظرفيه ديال انه وقف ما بقاش خدام ولا هذا راه ما يمكنش يخلص، راه امبوسيبل هذه راه ما معقول، ولكن اللي اجير وعنده الصالير ديالو راه يخلص. خا تضامن بيناتنا غير تضامن لانه عاديه ما فيها حتى حاجه، انت عندك لو صالير ديالك كيدوز حاط فيه واحد لو بيدجي اكس كيمشي للدراري للمدرسه يعني كتخلع بحال تضامنا مع واحد اخر باش واحد المرفق يبقى غادي، ولكن باش يتخلصوا الناس لا باش نعاون واحد البيدجي، لانه كما قال سي شنو قبيله بانه راه واحد مجموعه الامور كنغمضوا عليها العين، راه واحد الاموال الطائله كتجمع في بدايه السنه داكشي راه كثير، احنا ما عرفناش داكشي ما المهم داكشي راه كثير راه كلنا عارفينه وكل معيق بزاف، وعلى الاقل داك الاجير الله يخليه اللي في القطاع الخاص، وهنا كتحمل مسؤوليه وزاره التربيه الوطنيه انها خصها تراقب وكتحمل كذلك المسؤوليه مفتشيه الشغل هادو بجوجهم. نعم شكرا. شكرا. هاد بقى واحد الجزء اخير في هذا النقاش ديالنا ديال هذه الليله، واكيد ما غاديش يكون هذا اخر لقاء لان يجب ان تستمر اللقاءات ويبقى مستمر التواصل. سي شام بغيت نفتح واحد النافذه على المستقبل. طبعا المغاربه الان كيقولوا بان المغرب ديال ما بعد كورونا ماشي منطقيا بانه يكون هو المغرب ديال قبل كورونا، معناها خاص الاستثمار ديال هذا الجهد الجماعي الذكاء الجماعي المغاربه هذا الجانب الحس التضامني الاستثمار ديالو باش نقدمو في 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 المغرب ونربحو سنوات الامام. فهاد النافذه ديال المستقبل السجن بالنسبه لك انت كفاعل نقابي وكأب وكرجل تعليم وكجمعوي
شنو كيبان لك بان الاولويات اللي خصها تتخاد في المجال ديال التعليم، الاولويات اللي خصنا نمشيو ليها مباشره بعد نهايه الجائحه باش نعاودوا نصحوا المسار؟ هاد كيفاش نقول، كيبان لي انا بالنسبه اش كيبان المغاربه من وراء كورونا. المغاربه ما كيبانش لهم بانهم مستحيل زعما نخرجوا من هذه الجائحه كيف ما دخلنا، لا كيبان لي المغاربه راه كيتمنوا انهم معاك غير كيتمنوا انهم يخرجوا من وراء هذه الجائحه بمغرب جديد، يخرجوا من وراء هذه الجائحه بانه المسؤولين المسؤولين على مختلف فئاتهم يقتنعوا بانه راه حان الاوان وخرا معطلين بزاف اصلاح شامل اصلاح شمولي وعلى راسه الاهتمام بالتعليم. الاهتمام بالتعليم هنا 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 خصنا نقولوا شكون اللي السؤال اللي بين الجواب ديالو، شكون اللي ضرب في هذا المكان الرمزيه ديال الاستاذ في المدرسه العموميه الوضع الاعتباري. يعني هنا كيبان بان الدوله خصها تشوف بصح التعليم شنو اللي خاصو شنو اللي عاطينه. القطاع التعليم داس عليه نكبات سياسيه كثيره، ادعت في مجموعه ديال محاولات اصلاح باءت بالفشل، ماشي غير الفشل، كانت حتى تكلفه ماليه رهيبه وكرست الفوارق الاجتماعيه. يعني ما كيفاش غير مثلا، وهاد بعدا هاد الفوارق الاجتماعيه ما كانش بإرادة سياسية محلية بغينا نقولوا، لا يعني كاين إملاءات. المهم هاد الإملاءات ضربت في العمق المدرسة العمومية وحملت العاملين بالقطاع مسؤولية هذا الفشل، إلا أن أي إصلاح لهذا القطاع خصو يكون إصلاح كما قلنا شامل للمنظومة السياسية، وجعل المدرسة العمومية في قلب هذا الإصلاح، وجعل المدرسة احنا اللي بغينا مدرسة موحدة تتمثل فيها قيم الديمقراطية، الحداثة، المساواة، الحقوق، تكافؤ الفرص، مدرسة ميزتها الجودة والجاذبية، مدرسة تكون رافعة لبناء مواطن يتمتع بالصح بالحرية وبالحقوق ويلتزم بالواجبات، وبغينا مغرب جديد. وممكن سيشا ممكن مغرب جديد، نتمنى بأنه القائمين على الوضع يشوفوا بعين الرحمة على هذه البلاد. لحقاش راه الا خرجنا من وراء هذه الجائحه بهذا الشكل راه ما درنا والو، راه ما استفدنا والو. نعم استاذ رشيد، نفس السؤال، المداخل اللي كتبان لكم باش ياخذ التعليم الدور الاساسي ديالو يكون قاطره للتنميه في البلاد كامله؟ شكرا سي هشام، وعطفا على الكلام ديال الزميل سي هشام بصلي، خصنا فعلا نخرجوا بواحد الوضعيه اللي هي مغايره للوضعيه اللي كنا فيها قبل كورونا. ثم امر الى الشعار الاوحد، يعني فيها فطه عريضه هي عامه، وهي يجب اعاده تعزيز مكانه المدرسه العموميه داخل المجتمع. هذا مطلب لا محيد عنه سي هشام. وبالنسبه يعني المقترحات او التوصيات او التدابير الممكن نقوموا بها، فهي ذات شقين بالنسبة لي. الشق الأول يتعلق بما هو داخل المنظومة ديال التربية والتكوين، وهناك شق آخر يتعلق بما هو داخل المجتمع. بالنسبة لداخل المنظومة سي هشام، خاصنا نقطعوا مع مدرسة ما قبل كورونا، هذه مسلمة من المسلمات. ثانيا يجب إعطاء الأولوية للتعلمات وبناء التعلمات وتمرير التعلمات، ماشي نبقاو مركزين على الامتحانات والهواجس النفسية والعاطفية اللي كتخلقها عند التلاميذ. مثال نفتح واحد القوس إلا سمحتوا لي سي هشام، الامتحانات اللي كاين الإشهادية مثلا على مستوى السادس ابتدائي عندنا محلي في الدورة الأولى، عندنا إقليمي في الدورة الثانية، تلميذ تنعيشوه الأمرين، الأساتذة كيعيشوا الأمرين، المديرين كيعيشوا الأمرين، المفتشين كيعيشوا الأمرين من أجل التمرير ديالو، وفي الأخر كنرجعوا الخريطة وكنرجعوا الكوطة ديال النجاح وكنرجعوا للعتبة. إذن لاش هذا الامتحان بلاش منه؟ وهناك دول متقدمة علينا عندها أنظمة تعليمية متطورة اللي لغات الإنجاح بالامتحان،
خصنا نركزوا على التعلمات سي هشام، خصنا نخدموا المواطن ديال الغد من الداخل نبنيه، هذا هو الهدف. يجب ايضا الرجوع الى نظام الدورتين في البكالوريا، لان شنو الجدوى من الامتحانات ديال الجدوى ديال الجهوي ومن موراه وطني، اذا نعتبروا نظام الدورتين. بالنسبه للاطور ديال الاكاديميه خاصنا نصحوا الوضعيه ديالهم، انا الاوان اننا نساويهم مع باقي الموظفين ديال الوزاره. علاش؟ لان خصنا نمشيو في هذا المنهج ديال التوحيد باش ما تبقاش عندنا التفريقه، وبالموازات خاص الوزاره تفتح الحوار القطاعي وتحيد هذيك القطيعه مع الشركاء ومع النقابات. خصنا ننزلوا للارض يجلسوا في الطاوله، هناك ملفات مطلبيه نقابيه عالقه سي هشام منذ سنوات، هناك متضررين، وفين ما تيتحل شي ملف تيخلق لك متضررين جداد. اذا امتى غادي نساليو حنايا مع 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 هذا القطار اللي ما عنده محطه ديال النهايه؟ ايضا انادي بنظام موحد، الموظف يعرف فيه المدخلات والمخرجات. انا غادي ندخل لقطاع التعليم نعرف ها الصيروره ديالي، ها كيفاش غادي نترقى، ها النقاط اللي عندي، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، يعني يكون داك الشيء موحد سي هشام. هذا فيما يخص اي النقطه ديال الرجوع الى الكتاب المدرسي الموحد، فعلا كنا خدامين به مزيان، وكان داك الكتاب يتوارث بين افراد العائله، وكان تيكفي العائله ورب الاسره الهم والثقل ديال شراء كل سنه يعني عناوين جديده بمقررات جديده بتكلفه جديده. فعلا خصنا نحرروا السوق، فعلا خص يكون عندنا التنويع وتوسيع العرض المدرسي من حيث البرامج من حيث الكتب، ولكن راها ضربه قاضيه لجيوب المواطن البسيط والطبقه المتوسطه بالبلاد عندنا. بما يخص داخل المجتمع سي هشام، الاولويه للبحث العلمي والمعرفي، لان هذه الجائحه بينات ان دول كانت تتبجح بانها عظمى ولكن منفعها لا ترسانه نوويه ديالها، لا ترسانه عسكريه، لا حتى شي حاجه، اللي نفع هو العلم. دابا احتاجينا لجوج ديال القطاعات حساسه ومعاهم واحد ثالث وسطهم، احتاجينا قطاع التعليم باش يقري لنا الوليدات، وبالمقابل احتاجينا قطاع الصحه باش يداوي لنا المرضى، وبيناتهم احتاجينا الاخصائيين وذوي الاختصاص ديال التكنولوجيا والمعلوميات، لان بلا بهم ما كانش غادي يكون هذا الترابط وهذا الانسجام. نعم. مع لي الموضوع من علاته. نعم. تفضل سي هشام. شكرا سي رشيد. سي طريقه، هذه القضيه النافذه على المستقبل، لا تنميه بدون بناء الانسان، والانسان بناء الانسان ربما من الوظائف الاساسيه ديال المدرسه. الملامح ديال هاد المدرسه السي طارق، كيفاش كتشوف انت، كيفاش كتشوف بان نكرسوا بان لقينا اراده حقيقيه مجتمعيه ديال الانتقال الى مرحله جديده في التاريخ ديال المغرب؟ اخويا قرب على الميكرو السي طارق. هاني غنقربوا. واو دابا مزيان ياك. مزيان واخا خويا. مدرسه ما يمكنش تهضر على مدرسه الا ما درتيش على مدرس، وما يمكنش تهضر على مدرس الا ما درتيش على اداري، واحد الجيش ديال الاداريين وديال المفتشين اللي كيشتغلوا من وراه، واحد الجيش ديال الناس اللي كيخدموا. وباش يكون هذا الشيء هذا كله مزيان، يعني اللي كيبان لي والله اعلم، اعاده القيم. نحيد المدرسه، ماشي تجاره، ماشي تجاره ديال الكتب، ماشي تجاره ديال المقررات، ماشي تجاره ديال النقاط، ماشي تجاره ديال النجاح، ماشي، لا. مدرسه سلم اجتماعي، سلم كيطلعوا فيه لي كابابل. كنت السلم عندنا صحيح وطلعنا فيه لي كابابل، كنا دابا عندنا الطب اللي كيديروا العجب. السلم عندنا مهرس وعندنا واحد لاسونسور حدا كيصيفط اللي بغى وكيخلي اللي بغى، واللي طلع حتى لواحد البصره كيمشي يكمل برا، وكتلقاه تيمشي بلا سونسور في الفوق برا. وعندنا الامثله الحمد لله دابا كثيره كندفعوا للاسف، وهادشي كيسافر حتى نساء ورجال التعليم مالوريزمون، ماشي كلهم ولكن البعض منهم. هاد المساله هذا الا بغينا رجعوا المدرسه داك السلم الاجتماعي، ماشي سلم، سلوم كيطلع منه بحال ولد اللي ما عندوش، بحال ولد اللي لاباس عليه، كيطلع لا كومبيتونس. غنوليو كنلقاو لي كومبيتونس حتى في الادارات، غنلقاو لي كومبيتونس في كل شيء. غتلقى مسؤول كتهضر معاه، ملي كتهضر معاه كياخذ معاك قرار. دابا مالوريزمون عندنا بعض المسؤولين راه ما كيقدر ياخذ معاك قرار، لانه حتى هو مسكين بحال هكا مشى بلاسونسور، طلع ديريكت
دفعوه ماشي حتى طلع. دونك المدرسه خصها تكون بحال هكا سلوم اللي قاد يوصل لي ما قادش راه يعطى الله نديرو فين يكمل في بلايص اخرين يدير حوايج اخرى. ماشي كلنا غنوليو مهندسين, ماشي كلشي غادي يولي طبيب, ماشي كلشي غادي يولي عطى الله عطى الله ما يكون عطى الله تقنيين عطى الله عمال اللي تهما تبارك الله ما كانتهم مرموقه وتهما ما كانتهم محترمه. ولكن خص هاد المسائل هي اللي هي اللي خاصه الى اي حد هاد راه اراده مخصوصه ميزانيه لا والو استيشاف خصو صرامه في تطبيق القانون. اي واحد خطا في التعليم خصنا نكون اكثر من اكثر من الحكومه ديال 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 خصنا نكون اكثر من الجيش. اي واحد خطا يتربى ديك اللحظه الله يعاون كاين الشفقه ولا رحمه حق هذا معانا حق هذا مسكين حق هذا ديالنا. لا خويا اخطا وتجاوز حدوده في القانون الله يعاون صافي كاينش عافاك ولا هادي ولا حنا هاد الطليب وهاد كذا مالوريزمون حنا عندنا امثله كثيره هنا في السطاط. كاين اللي كتخرج من الشرجم يدخل لك من الباب هنا في السطاط. انا كنت نتسناكم قبيله تدخل لنا للمدينه وما بغيتيش تدخل لها بقيتي كدورها في الرباط وكتهضر لنا في الرباط وما بغيتيش تهضر عليها. انا ما عرفتش علاش هنا راه كاين شي ويلات راه لا 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 راه كاين شي عجب مخبي راه لا لا لا. وللاسف النقابات مساهمين نقول لك انا مساهمين في هادشي وبعض المرات هما اللي كيدفعوا بالصبع ديالهم شي حد باش يوصل. وبالله عليك ملي كتلقى انت دابا مسؤولين في واحد المجموعه ديال البلايص انت راه كدور وكتشوف وكتلقى مع مسؤول تلقى مع واحد نعطيو حنا عدد ديال المسؤولين شحال النسبه ديالهم اللي كتحمر الوجه اللي فعلا مسؤول اللي كتحس به واصل اللي كيهضر معاك كيقنعك ماشي كيخلعك. ها ما كاينش حنا عندنا تخرج العينين لان مسكينة ما يقدش يقنع لانه هذاك السلوم باش نوصلوا ليه خاصنا ما خاصش فلوس خاص اون فولونتي وخاص واحد واحد الامور اللي نتفقوا عليها. راه قلت قبيله خاص واحد الميثاق نتفقوا عليه نفس الطاط واحد لو مينيموم مسكي حالات الانسانيه شي بس ما كاين اكثر من هكاك لا راه ولاو عندنا واحد العدد ديال الحوايج راه بزاف بزاف راه الا جيت ندوي راه لا 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 راه خص عدد ديال تما يمشيو ما نعرفين وخص النيابه العامه تدخل وخص واحد العدد ديال خص التحقيقات تكون لانه حشومه لانه الذي يجرم من واحد قلت له واحد قلت له راه الذي يجرم في حق التعليم راه اخطر من القاتل واخطر من داك اللي كيدير ما نعرفش من جرائم لان هذيك جرائم محسوبه. الشيء اللي كيشفر الملاير راه ساهل راه شفرها الملاير ردوهم ندير كوتيزاسيون هاد كورونا الخساره الماديه ديالها راه ساهله راه نجمعوها ونعاودو نبنيو ونزيدو القدام. ولكن الخساره العقليه ديالها والانسانيه في البشر وملي كتكرفص واحد وكتصيفط وتحيد وتريه صعيب تعاود ترجع. هذاك هو اللي خطير. هنا بالنسبه حتى لهاد المساله كنا كننتظروا يعني من الوزاره ومن الناس الجيستيونير اللي عندنا في الرباط ولا اللي عندنا في الاماكن الاخرى يعطيونا غير واحد كما كيهضروا هما بالارقام وب بالكميه بزاف يعطيونا تقييم ديال الخساره ديال التعليم قطاع ديال التعليم ولا العمليه التعليميه التعليميه عندها واحد الخساره في هذا الزمن كورونا كاينه خساره. هذه الخساره يعطيونا تقييم ديالها شحال ما عندهمش ما كاينش. داك هنا انا كاين واحد العدد ديال الحوايج اللي وانا بالنسبه لي عاود حتى النقابات ما بعد كورونا خصها تكون في المستوى ماشي ما قبل كورونا. إلا كنا غنطالبوا بمدرسة ما بعد كورونا نطالبوا بعدا بنقابة ما بعد كورونا تكون بعدا نقابة قوية ونزيهة وصادقة وفعلا كتدافع على تطبيق قوانين ماشي كورتي كيمشي يجيب شواهد ويمشي يجيب هذا ويمشي يجيب هذا حشومة فهمتيني. إذا خاص شي أمور اللي إلا بغينا نبنيو هي صعيب بالحق هاد الحوايج صعيب نقطعو ولكن إلا بغينا راه غنقطعو إلا بغينا نتمنوا من الله نبغيو واش نقطعوا نزيدوا قدام. شكرا شكرا طارق. بقي الا نطلب من كل واحد فيكم رساله لاسره التعليم رساله للاباء واولياء التلاميذ. نبدا بسي هشام رسالتكم رسالتكم للاسره التعليميه والاباء واولياء التلاميذ. انا غنستغل الفرصه وغادي نجمع ما بين الرساله وما بين الراي ديالنا كنقابه وطنيه التعليم سيدتي. ولكن قبل منها انا كنتحفظ على شي حويجات وكنقول بالعكس حنا مكرناش شي برنامج بحال هكا نناقشوا فيه كما قال سي طارق المشاكل اللي بصح كاينه في اقليم سطات بصح نعم. يعني باش ما نوصلوش للتعميم ماشي مشكل انا غير حقاش اي واحد ممكن يخطا ولكن الناس يخصهم يحاسبوا هما اللي خصو يكونوا في يكونوا موجودين نعم. بالنسبه لي انا كرساله كما قلت غنجمعها مع الراي ديال النقابه الوطنيه للتعليم هنا من المفروض نقدموا ماشي غادي نوجه لهم رساله غنقدم لهم تحيه لكل النساء ورجال التعليم على في ربوع الوطن في انجاحهم لهذه المحطه
من خلال تضحياتي المالية والمادية والمعنوية، وشكر أيضا لمجموع الفئات من غير الأساتذة، لا اللي ساهموا لا اللي رفضوا انطلاقا من قناعات ديالهم ومن الدور ديالهم أنهم يشاركوا في بعض المسائل اللي بانت لهم وما بأنها ما كيناش. وفي حين أنهم اللي غلقوا مثلا شي فئة ماشي شي فئة، بعض الأطر الإدارية ولا التربوية مثلا ما شاركتش مثلا في المصطلحات اللي قالت الوزارة، وهنا غنفتح واحد القوس ونقول بأنه خصنا هنا احنا دابا كنتاقدوا ممكن من الحساب راه خصو يجي من ورا كورونا، راه خصنا نتحاسبوا. كاين علاش نتحاسبوا؟ ملي الوزارة غدت إلا كانت صادقة مع نفسها من ورا كورونا تقول لنا شكون اللي نجح، واش نجحوا الأساتذة اللي ضربوا تمر مع الوليدات في الواتساب في الفيس كيما قلت قبيله، ولا هذوك المصطلحات اللي ماشي كنقول لا راه ما خدامينش فيهم الاساتذه، خدامين فيهم، ولكن نشوفوا شحال التصاوب ديال المصطلحات والطريقه اللي تصاوبت بهم واش وصلوا للتليمبات، وراه طريقه راه الا كانوا نجحات هاد المصطلحات راه حنا ماشي راه ما كاينش راه حنا فتنا الوزاره، راه المجتمع فات ما هو رقمي، راه فات هذاك الشيء اللي كتطمح فيه الوزاره. كنعتبروا التعليم عن بعد لا يمكن ان يعوض باي حال التعليم الحضوري، وهذا باعتراف كما قلنا الوزير، اعتبار التعليم عن بعد هو مجرد تدبير لأزمة الجائحة فقط، ضمان لارتباط التلاميذ والطلبة بالتعلم نظرا لطول فترة الحجر الصحي. لا يمكن الحديث عن تقييم موضوعي للتعليم عن بعد في راهنيته نظرا لعدم جاهزية سواء الوزارة من جهة من خلال توفير العدد المعلوماتي الكافي وتكوين أساس للأطر الإدارية والتربوية وكذا الأسر في تقبل أصلا هذا التعليم عن بعد. الامكانيات لولا الامكانيات الذاتيه كما قلنا والتضحيات الماليه للاساتذه لما تحدثنا اليوم على شي حاجه سميتها تعليم عن بعد. اظهر التعليم عن بعد تفاوتات اجتماعيه وطبقيه في تلقي هذا النوع من التعليم، حيث انه لم يضمن لا مبدا تكافؤ الفرص، ما ضمن حتى شي حاجه اصلا ما بغيناش ندير. وفي الاخير كنشكر سي هشام والطاقم واخبار سطات. شكرا سي هشام. سي رشيد، رسالتكم للاسره التعليميه والاباء واولياء التلاميذ. شكرا سي هشام. الرساله ديالي اللي غادي نبدا بها هي غادي تكون بلديه، بغيت نقول لكل امراه في التعليم وكل رجل في التعليم، بغيت نقول له الله يرحم لك الوالدين، الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله. جميع نساء ورجال التعليم في القطاعين العام والخاص دون استثناء. نمر لواحد النقطة، هي هنا احنا ماشي لسنا في إطار يعني نقاش ثنائي ما ندخلوش فيه، يعني أتفق جزئيا مع ما تقدم به سي طريق، فعلا يجب الضرب بيد من حديد ماشي غير على النقابات، على أي جهة تكون يدها ملوتة أو لا تكون فاسدة، مع العلم أن النقابة ماشي هي الوحيدة السبب في عدم توظيف الكفاءات يعني في جميع المناصب بالوظيفة العمومية أو غير العمومية أو القطاع المهيكل أو غير المهيكل. علاش؟ لأن جميعا كنعرفوا بأن هناك توظيف مباشر، هناك توظيف بالواسطة، هناك توظيف بالمحاباة، هناك توظيف بالولاءات، وزيد وزيد السيشن. إذن اللي نركز عليه واللي عجبني في الكلام ديال السي طريق هو فعلا خاصنا نفتحوا المجال للكفاءات، ويجب الضرب بيد من حديد على المخالفين ديال القانون. وإلا كاين شي حد كيدير هذه الممارسات خصو يتفضح فعلا، وهذا دوركم السي هشام أخبار سطات وباقي المنابر الإعلامية، لأنكم سلطة رابعة داخل المجتمع، خاصكم تقوموا بهذا الدور، مشكورين. وبالنسبة للدور ديال النقابات، أنا بغيت نأكد على واحد المسألة أخيرة، هي أن ما ننسوش أن النقابة لا تنتظر ولا يجب أن تنتظر دعوة من أحد من أجل يعني المشاركة والانخراط. ما ننسوش أننا رحنا هيئة دستورية، يعني رحنا كنشاركوا في التدبير ديال الشأن العام ديال البلاد. الى ما ننسى ما نتسناش انا مسؤول يقول لي يجلس معايا عافاك رانا باغي ندبر، راه انا خصي يكون عندي هذا الحس ديال الانخراط وهذا الحس الوطني. ملي عندي جائحه وعندي مشكله واقعه لي في البلاد، خصني انا نمشي نطرق انا الابواب من جهتي وما ناخذهاش ذريعه انني ما نتواجدش مثلا في المديريه او ما نتواجدش في الاكاديميه او ما نتواجدش بصفوف الأساتذة اللي كيتنقلوا يوميا يجيوا يصوروا الدروس للوليدات
وشكرا على الدعوه، شكرا للسي طارق، شكرا للسي هشام بصلي، شكرا لكم السي هشام لاخبار سطات. شكرا سي رشيد. العفو. السي طارق رسالتكم. نعم خويا، اذا مدوري كنشكر كافه العاملات نساء ورجال التعليم من الاساتذه واطر اداريه ومفتشين وتربويين والى اخره، وكنشكروا كاع لانه في حق كلهم امبليكيين في هذه العمليه تلقائيه بدون ما كينتظروا مقابل، خدامين وخدامين في الظل، ما كتصورهم لا كاميرا تبعهم التحت كيصورهم يدير لهم لايف، راه كيقريو لذات الشعب، تيقريهم في الظل بحالو بحال داك اللي كيتقاتل مع كورونا في الظل، كيداويه في الظل، ما شافو التحت. هادو في حق كنحيوهم بزاف لهذا المنبر، وكنتمنوا لهاد الجائحه انها تدوز، وما نبغيوهاش انها تكون قوس غنسدوه ونرجعوا الريمه لعاداتها القديمه، نبغيو انه ما يكونش قوس، يكون فرصه للوقوف على اسس صلبه. بالنسبه كنحييو بالاخص في الحق الاساتذه اللي كيمشيو للمديريه على الرغم من غياب التعقيم وغياب واحد المجموعه ديال الحوايج، لان ما كاين لا جيل لا والو، كيمشيو كيديروا داك التصوير كيغامروا براسهم مساكن، كيجي في طاكسي ولا شوف فاش كيجيو هنا المديريه كتحمل المسؤوليه، لان خاصهم داك لو جيل على الاقل لو جيل باش يمسح يديه الا كان غيدير اي حاجه، كيخصو على الاقل داك جافيل فاش يمسح الصباط ديالو، واحد المجموعه ديال الحوايج ما كاين حتى حاجه، شروط السلامه لا توجد، وكنحذروا انه تكون هاد الشروط حتى في الامتحانات، راه لا يعقل مديريه عندها جائحه وتدبرها بحال الزمن العادي، كيدخل الاستاذ بحال داخل عادي ما عندنا والو، بحال كورونا راه كتقرب المديريه التعليم وكتهرب كتخاف منها، تما راه محصن ضد كورونا، وكيدخل هكاك عادي مسكين كيدير داك الدرس ديالو وكيخرج يغامر بنفسه وبولاده ويخرق مرسوم رئيس الحكومه، لانه في خرق. هذا الشيء نتمنوا من الله انه في امتحانات ديال البكالوريا وفي الحراسه وفي الوراق وفي المسائل تكون هذا الشيء مخوذ بجديه، ماشي بواحد النوع ديال لا راه هذوك غير هذاك غير لا، تكون شويه ديال الجديه وشويه ديال الصرامه في التعامل. المدير الاقليمي الحمد لله يعني كاين انسان جدي، نتمنوا انه حتى الناس اللي دايرين به يكونوا شويه جديين على الاقل في الظرفيه بعدا، لانه هنا ارواح، هذه راه ارواح دابا ديال الناس. اوروزمو اللهم لك الحمد ربي يستر، حتى واحد ما موقع عليه شي مشكل، السيد اللي كيصور حتى هو مسكين ما كاينش حتى تعقيمه، راه الا مشيتو لتما غدا ولا هذا راه ما كاين حتى تعقيم تما غدخل عادي. اذا هادو هما الحوايج اللي نطلبوا من الله انكم قدوا، وشكرا لكم، وكنشدوا بحراره في الحق على النساء ورجال التعليم كاملين، لا في القطاع الخاص لا في القطاع العام، بما فيهم الاطر الذين فرض عليهم التعاقد، لانه هادوك بالنسبه لنا حنا في لوديتي كنعتبروهم بحالنا بحالهم، ما كنبغيوش داك الميز، لانه داك الميز هو اللي خلق مجموعه المشاكل من بعد، بحالنا بحالهم، هما اسيده وحنا اسيده، عندنا حنا في الهم بحال بحال، حنا في المشاكل بحال بحال، في القطاعات بحال بحال، في داك الكابوس ديال البروغرام خصو يسالي راه علينا كاملين، تا جالس دابا وكتحلم بان البروغرام خصك تسالي، تا جالس دابا وعارف بان عندك العام الجاي واحد شهر ونص خصك ديرها في البدايه ديال العام باش يلاه تراطرابي، جالس دابا وما عندكش الفيزيبيليتي ديال متى غيبدا السنه الدراسيه العام الجاي. مهم، نتمنوا بالله هادشي كله يتقاد. نعم. شكرا لكم في اخبار سطات، شكرا سي هشام، شكرا سي رشيد. نعم، ما بغيتش تفوت. شكرا طارق، شكرا سي هشام، شكرا استاذ رشيد، ما بغيتش تفوتني الفرصه دون ان اتمنى او نتمنى جميعا الشفاء العاجل لهذه الاستاذه اللي تصابت بالفيروس والبارح، نتمنوا لها الشفاء العاجل. الحمد لله حالتها الصحيه مطمئنه، ان شاء الله غدوز من هذا الوضع، هذا الوضع في اقرب وقت ان شاء الله. نتمنوا للجميع الاسره التعليميه الصحه والسلامه، وعبرهم نتمنوا لجميع المغاربه السلامه. طبعا كنت سعيدا جدا بهذا النقاش الراقي مع النخبه من الاساتذه كما قلت قبيله، سعيد جدا لمستوى النقاش، سعيد جدا لهذا المستوى ديال التعايش بين هذه الاطر اللي كاينين دابا، الحديث برقي بين هذا المنطمه النقابيه اللي ربما تقدر تكون عندهم اختلافات وجهات النظر، ولكن
تعامل وتواصل راقي جدا اللي يخلينا على الاقل في اقليم سطات كمواطنين ديال اقليم سطات نحسوا بالاطمئنان للمستقبل، لان نخبنا واعيه وعندها من القدره على انها تدبر مختلف الخلافات باشكال حضاريه باشكال جميله وجميله جدا. احببت الخطاب ديالكم، احببت الطريقه ديال التواصل ديالكم، واكيد جميع متتبعي صفحه اخبار سطات وجريده اخبار سطات كانوا سعداء بال، والدليل هو ان عدد كبير كبير جدا من المتتبعين بقوا معكم من الاول واحد الساعه ونص وهما كيتصنتوا. اكيد كيف ما كيقولوا هما ما خصش يكون هذا اخر لقاء، نتمنوا ان يكونوا لقاءات ولقاءات ولقاءات. عبركم ايها الاساتذه الكرام نوجه تحيه عاليه لرجال التعليم، وفي نفس الوقت احنا عندنا رساله، احنا عندنا رساله بالنسبه لنا الاساتذه، بالنسبه لنا الاسره التعليميه هي الخط الامامي ديالنا لمواجهه وباء الجهل، مواجهه وباء الاميه. هادو تاج فوق راسنا، نتمنوا ان الوزاره، نتمنوا ان الدوله انها تحترمهم تقدرهم وتعطيهم المكان اللي يستحقوا والوضع الاعتباري اللي يستحقوا. ما كنتمناوش الرسائل الخاطئه تتكرر، ما نتمناوش بحال الاقتطاع ديال الاساتذه ديال الذي فرض عليهم التعاقد ان تعود بحال هذيك الرساله الخاطئه اللي دازت ديال الاقتطاع منهم. نتعاملوا معاهم حتى هما كجنود الصف الامامي. شكرا 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 يا رجال التعليم، جميلكم فوق رؤوس المغاربه ككل. ما بقى لي الا نشكر زميلي عبد الحميد كرام المعد والمشرف على هذا البرنامج الليلي، ألف تحية لي على المجهود الإعدادي اللي كيدير. يمكن لك تبان سي عبد الحميد. تحياتي شكرا لكم. تحياتي نشكره بصراحة لأن مجهود كبير وكبير كيديره. أيضا فريق الإعداد سي سفيان لطيح حتى هو كنشكره. نضرب لكم موعد غدا في لقاء آخر من لقاءات الإقليم سطات في زمن الجائحة، وليلة سعيدة. السلام عليكم.